المهم جيت اعتقد الارقام مهمين عشان ما نقولش نقول المهم رايح. الجانر ده ميكس بارت مسافه كوموتو بالسنس. النيوكلي بتاعته اربعه بما انه ميكس ثيرك يبقى ديفرنت نيوكليير. واحده بارت مسافه نيوكليس اسمها انفيرسيليفر نيوكليس اسمها انا تمام. لما خدنا برضه. وبعد كده عندنا في نيوكليس ثانيه اسمها نيوكليس الريتيريس ودي تبع التست سنتيشن ديسنت. وفي نيوكليس اللي هي الموتور اسمها نيوكليس امبيجي. في الاخر وليس الاخيره عندنا حاجه اسمها بليد. الفاينل ريفرنس ستارت من النيرف دي بيتطبق على دي تخدمه كام صفحه وهي هتخدم نيرفين ثانيين كمان. لو قلبنا الصفحه وشفنا في النيوكليا بتاعت الفيجاس هم هم مع تخفيف السفارش في مسافه الفيجاس اسمها دول ده نيفرنس الفيجاس هنا اسمها انتيور سالبر نيوكليس. على فكره الباثولوجي هترتب انتيور سالبر نيوكليس كجزء من دول ده نيفرنس الفيجاس مفصل منها الفكره برميت مع بعض عدد النوكلاي هنا هم عدد النوكلاي هنا ده مين ده وات او ده غير سبيشال نيرف ده تاسك كير نيرف ميكس نيرف فيري كومن فور ريتن. النيرف ده بيبقى على الجزء تقريبا لازم عشان تفرجه للطلبه يبقى ابنك بس عايز تفرجه له بس الحمد لله تيجي على السالوت بروسيس تدور جنب السالوت بروسيس تلاقي النيرف بيلف كده رفيع رفعه زي بس ده ايه كتينيس نيرف نيرف غلبان قوي فعشان تطلعه صح فما نربطوش على الجزء فخلاص بما انك اختفى من على الجزء لازم نسال في التحليل هنعمله ايه بقى. فالنيرف اسمه جلوس فرينجل فيري كومن فور ريتن طبعا هم كلهم مهمين بس جلوس فرينجل ده من النيرفات اللي مش هتشوفها على الميت فلازم نمتحنك فيها صح. النيرف ده بيطلع من المظله من حاجه اسمها بوست لاتر سكر. لو حد فينا ذاكر المظله كان بيطلع منها 9 و10 و11 و12 دول كانوا جنب بعض 9 و10 و11 من نفس المكان. 9 و10 و11 بيطلعوا من المظله في نفس المكان ويطلعوا من السكال من جاجيولار فورم. الجاجيولار فورم دي لما بندرسها بتتقسم لثلاث اماكن جزء انتيرو وجزء انتيرو وجزء ميدل. الميدل يطلع منها التاسع والعاشر وال11 الانتيرو يجي منها ساينس اسمه انتيرو بتروزال ساينس ورا سيجمويد عشان يبقى اسمه انتيرنا جيجلر. يبقى لما ناخد جيجلر فورمين بيعدي فيها بتقسم للثلاثه كومبارتم انتيرو كومبارتم ميدل كومبارتم بوستيرو. قدام يعدي فيها ساينس اسمه انتيرو بتروزال ساينس وبوستيرو يطلع منها السيجمويد عشان يبقى اسمه انتيرنا جيجلر فين وبينهم 9 و10 9 10 و11 مهم 12 اول ما يطلعوا من السكال يمشي جوه نفس الشيز اللي اسمه كارت شيز. الاقرب عرفت الجلاند كان بوستر ميديال سيرفيس ريت الاستنو باستويد باستويد بروسيس سيل بيلف دجاز ستالويد وانتنا كارت وانتنا جيجلر معاهم لور فوكيا نيرفس نفس الشيز اللي اسمه ايه كارت شيز. يبقى في توحيد جمل بحيث ان انا لو خايف من الناس اللي ما ذاكرتش كتير اكيد تلاقي كلام اكتبه. يبقى النيرف بيطلع من جيجلر فورمين ماشي الحمد لله هيمشي جوه الشيز بين انتنا وانتنا كارت ارت بعد كده الكلام يبدا يعك معايا شويه انما اتليست في كلام في دماغي. والنيوكليا بتاع 9 هي بتاع 10 ده ما نشوف دلوقتي. الكلام ده في نمره 12 لسه على اسمه جروس توفرين. لو جه الراجل بتاعنا عملنا كده ما حدش يبقى صاحبنا اسال سؤال ادي المنظر بتاعي. الفرونت دي في الاسكال اسمها الفرونت دي سميتها اولاد جاجلين. العدد ديت هي بون والكارت دي اسمه اولاد ثايرويد. كل الناس القاعدة تعرف ان في ارتر اسمه كومن كاروتيد ارت صح. بيتقسم لاكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد تمام. كلنا عندنا الفين ده اللي اسمه انترنال جاجلر فين زي الفل تمام. عندنا في بقى بيحصل ايه؟ النت بتاعي اسمه بلاد بلس فرندر نور هيطلع من سكان من جاجلر فورمي ويمشي بين التو فيتا دول اللي هم مين ومين ترنا كاروت ترنا جاجلر جوه الشيس اللي اسمه كاروت تشيس. كل الناس تعرف ان في بروسيس اسمه ستايلوت بروسيس ده كده كان في عضله بتطلع منه تروح للدار الفيكس اسمها ستايلو فرينج. الهيد بوم بتطلع منها عضله تروح للتانج اسمها العضله دي هيكروس العكس قدام جروس فرينج النت بيمشي جوه كاروت تشيس وكمل دي بالستايلوت بروسيس والستايلوت فرينج. طب يعني ايه حد فينا ذاكر يلف حواليها ويمشي بعد ما كان ديب لها سوبرفيشال لها وهو وهي يمشي بين انتنا وبسنا كارت يكمل على الجدار الفيركس اللي هي العضله دي العضله اللي اسمها هايبرس. لما يلاقي هايبرس يكمل ايه يخش ديب لها وانتهي عند البوستيرو سيرد اوت ذا تانك. واللي اعرف ريليشن بتاعت الهايبرس كان النيرف ده لما بيوصل عند البوستيرو بوردر بيختفي كمذكور تبع تو ريليشن بوستيرو موديل ده مين نيرف ده سميته جلوس فرينج. كل ما ذكر عن جلوس فرينج القديم على فكره مش الحمد لله اكسبت معلومه صغيره هو ماشي فورورد بيمشي على جدار الفارنس بتوين عضله اسمها سوبيريو كونستريكتور وميدل كونستريكتور الحته دي لما ناخد الفارنس هنسميها سكند جاب اوف اول اوف ذا فارنس ما نعرفهاش فانا بذاكرها كده الاقي كلمه سكند جاب هناخد الفارنس ونعرف النيرف ده اسمه اولاد جلوس فرينج نيرف. اسال بس سؤال جلوس فرينج نيرف ده كلينا نيرف نمبر كام اولاد؟ 9. لما نيجي نشرحه نلاقي في بدايته هنا في جانجلون جانجلون وجانجلون تاني تو جانجلون دول سمول جانجلون عند جاجلر فورم ذيس ار سنتر جانجلون. ايه معنى سنتر جانجلون؟ يعني فيرست اوردر نيورون يعني الاكسونز بتاعتها النيورونز اللي فيها البريفر بروسيس تمشي مع النيرف والسنتر بروسيس تخش مين يا ولاد؟ المظله. لما اجي قبل النيرف دوت للطلبه الشطار اقول المظله واقفه كده المظله فيها نيوكليس اسمها امبيجوس دي موتور يطلع منها اكسون شرط في النيرف
نظرة في انفيرو سليفر نيوكليس دي بارا سمباثيتك تطلع منها اكسون تشارك في النيرف. طبعا اي نيوكليس نيرون واللي هي اكسون تمام. ان انت في سوبيرو جانج وانفيرو جانج النيرونز اللي هنا البريفر بروسيس تمشي مع النيرف نفسه عشان تجيب سنسيشن، اما السنتر بروسيس تخش اليمين للنيوكليس سوليتيريا لو جايبها تيست، ولو جايبها جنرال سنسيشن للنيوكليس المتطفله عليها دي اسمها سباينال نيوكليس اوف رايتيم نندر. تبقى انا عايز اقول حاجه بس بتاعك اللي بيفهم او ما بيفهمش ان التو جانج دول زي الاوتونوميك جانج السنسور جانج اللي هم تعتبر فيرست اوردر نيورون للسنسيشن اللي هيشيلها هذا النيرف. مش كده لا اي واحد كده ذاك في تركي على خفيف قلت هنا كده في السباينال كورد حاجه اسمها دور ذا روت جانج في السباينال نيرف اللي تعتبر خدت فيرست اوردر نيورون ولا ما خدتوش؟ الواضح لا خالص مش كده لا اي كلام ما بتفرقش معايا كتير عشان انا ايه متساهل. يبقى هنا النيرف فيه تو جانج التو جانج دول للناس المخام دي هنتفق على قانون عشان تبقى دكتور انت قلت بنقول مع بعض اي نيرف ليه سنسوري فانكشن لازم يبقى في جانجل في الكورس بتاعه مش كام دول والجانجل دي تعتبر فيرست اوردر نيرون للسنسيشن لاش شيء. يبقى ما ينفعش اقول في نيرف هيبقى له سنسوري فانكشن ومالوش جانجل في الكورس بتاعه. دي بيزك نولج الفيشيال كان في الكورس بتاعه جانجل اسمها جينيكلي عشان تجيب التيست تودي للتامبل مش كام دول. هنا جروس فرنجل في الكورس بتاعه في كام جانجل لو على اثنين سوبيرو انفيرو بوث اوف ذيم ار سنسوري جانجل ار الى ما كده سن وظيفه السنسوري جانجل موجودين دول عشان اجيب سنسيشن اللي هينقلها النيرف ده من هنا. طب النيرف دوت بيجيب تو تايب اوف سنسيشن من التانج هجيب تيست سنسيشن ومن بقيه الاورجان اللي عدى عليها جنرال سنسيشن. طب انت عايز ايه؟ يبقى في نوعين نيوكلياي في الدموم واحده اسمها نيوكلياس سوليتيريا للتيست وحاجه اسمها سباينال نيوكلياس اوف ترجيم من النيرف بتستقبل منه اي جنرال سنسيشن بتجيبه. طب الفيرست اوردر نيورون موجودين في الجانجل موضوع الفيرست اوردر نيورون ده فيسيولوجي وانا ما بحبش الفيسيولوجي وانتم مسؤوليتكم عنه مش كام دلوقتي واللي بقوله ده اسمه الذكاء عن صحتي وعافيتي مش كام دلوقتي. فتاني عشان نبقى بنحفظ بس كده بوابيني بوابيني ان انا بيطلع من جاجلر فورم وفي تو جانجل مش كام دلوقتي. بشوف بتوع الفيسيولوجي الايام ايه في الموضوع ده مش فين هذا الكلام ليه يعني اي واحد من داخل الفيسيولوجي مع حد صار ريجولوس فرينج من في تو جانجل مش كام دلوقتي اكيد هجاوب احسن كده. فلو جينا مع بعض يبقى عندي هنا كده بيتو شديد عظيم اسال بس النيرف اللي بيتكلم عليه سميته جلوس داني في النيرف التاسع ولا السابع ولا الثامن؟ التاسع تمام. النيرف ده ليه كام نيوكليوس؟ اربعه. هيطلع من المظله ويخرج من السكال من فرق من اسمها جاجل تمام ويمشي جوه تشيز اسمه جاجل تشيز بين الانتنا كارت والانتنا جاجلر فين. الكلام ده قديم كله في هذا الكلام. طيب وبعد كده ليه عضله اسمها ستايلوفرينجز كان بيعمل ايه مع ستايلوفرينجز؟ تلاقيه نازله كده ينزل ديب لها ويلف حولها ويجي سوبرفيشن وهما الاثنين يمشوا لقدام بين انترنال كارتو واكسترنال كارتو كانوا من ضمن ست حاجات يفصلوا الانترنال عن الاكسترنال قلنا عليهم مهمين جدا لازم بحفظهم. النرد يكمل بعد كده يمشي على جدار الفيركس على جدار مين ولاد الفيركس اللي هي عضله موجوده مين العضله اللي لقاها؟ هيجلوسس هيمشي ديب لها وينتهي في التانل مش كده لا مفيش اكتر من كده. النرد ده ليه موتور برينج للعضله اللي بيلف حواليها اسمها ستايلوفرينجس مش تاني ما بديش حد تاني يبقى دي عضله واحده اسمها ستايلوفرينجس مصر طبعا يبقى ده الموتور برانش بتاع. طبعا ليه برانش اسمه تمبانيك مش هشرحه. التمبانيك برانش ده بيطلع منه اول ما بيخرج من الجمجمه. التمبانيك برانش ده هو فيه باراسمباثيك اند سنسوري فايبر نوعين باراسمباثيك وسنسوري. التمبانيك برانش ده كان بيروح يخش عظمه اسمها فولتوس بيتروس بار يوصل للميدل اير يعمل بليكس اسمها تمبانيك بليكس بيشاركوا فيها نيرف اسمه كاروتو التمبانيك ده سمباثيك من بليكس اراوند انترنال كاروتو. السمباثيك التمبانيك بليكس دي موجوده في الميدل اير من جوه السبلاي ايه السنسور بتاعها الميوكوزا بتاع الميدل اير. الميدل اير دي وراها مسؤول بروسيس بيفتح عليها في انتر اسمه مسؤول انتر بيكون بنفتح عليه الترانجل ده اسمه سوبرامين تاف ترانجل بيدي الميوكوزا بتاعها. الميدل اير لها الكلام بتوصلها بالفاركس اسمها الميديتور تيوب او فارنج تمباني تيوب اللي هي السكيا تيوب بيسبلاي الميوكوزا بتاعها. يبقى هو التمباني بلكسس معموله بالتمباني برانش اللي هتسبلاي التمباني بلكسس دي هتسبلاي الميوكوزا بتاعت الميدل اير الميوكوزا بتاعت الميدل اير والميوكوزا بتاعت انترا اسمه ماستود انترا وميوكوزا تيوب اسمها ايديتوري تيوب تمام. طيب كان طبعا في نرجو مهم جدا بيطلع من السمبانيك بليكسس اللي هو عباره عن سمباثيك اسمه لسه سوبرفيشال بيتروز كان يطلع من بيتروس بون يمشي جوه السكال ويخرج من فورم اسمها فورمين وفين ويريليف في جانجل اسمها اوتيك تطلع بص الجانجل تروح الجلاند اسمها باروتيد واللي كان بيوصلها نيرف اسمه اوريكيو تيمبرال والكلام ده قديم قوي 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 مش كام ده لا. يبقى لما اجي اسال سؤال برانش اسمه ايه؟ تمبانيك برانش اسمه ايه؟ تمبانيك برانش. تمبانيك برانش في خواجه اسمه جاكوبسون بيسميه باسمه فبيسموه احنا نيرف اوف جاكوبسون. نيرف جاكوبسون بتاعنا
ده اللي هو في الملك برينك، ولو بابا جراح تقعد معاه هتلاقي بيقول لك ايه جاكوبسنز نيرف، مش الحمد لله هو التمبانيك برينش. جاكوبسنز نيرف او التمبانيك برينش اللي هو طالع من جلوس فرينج. معلومه مهمه بقى بعد ما حد يبقى اراه، النيرف ده ميكس، بمعنى ان في ايه سنسوري فايبر وباراسمباثيك فايبر. الباراسمباثيك هتخش تشارك في التمبانيك بريكس بس ما بتنتهيش، بتكمل على النيرف اسمه ليسر سوبرفيشال بيتروزر اللي هيطلع من بيتروس بون ومش جوه الجمجمه، ويغادرها بالفورمن اسمها فورمن اوفال، وريليف الجانجل اسمها اوتيك، ويركب مع الاوريكيولو تمبل ووصله للجلاند اسمها باروت جلاند. ده الكلام ده قديم وذكر قبل كده اكتر من مره لما دكتور شرح رجعوا تاني. دكتور من تحت وعمل بليكس اسمها تمبانيك بليكس، شاركوا في عاملها نيرف اسمه كاروتوكو تمبانيك، ده سمباثيك نيرف من بليكس الاروزن تانا كاروتو. يا مكان التمبانيك بليكس ده عملها نيرفين تمبانيك اوف جلوس فرينجال وكاروتوكو تمبانيك من سمباثيك فايبر اراوند تانا كاروتو، يبقى بالتالي اتعملت بليكس اسمها تمبانيك بليكس شارك فيها اثنين تمبانيك بليكس. جوه انهي اير لما كده؟ جوه الميدل اير. مين اللي عملها؟ حاجتين، تمبانيك برانش بتاع مين لما كده؟ جلوس فرينجال، وزائد مين يا اولاد؟ كاروتوكو تمبانيك، ده من سمباثيك البليكسس اللي اراوند اني ارتري انترنا كارت. طب التمبانيك بليكسس اللي جوه الميدل اير هتسبلاي ايه؟ قالوا ليها سنسوري بارت، هتسبلاي ميكوزا اوف ميدل اير. الميدل اير بتاعتنا يا اولاد واقف فراغ حاجه اسمها ماستويد انترو، في فراغ كده منه، وكمان الميدل اير بيبقى طالع منه كانه راح الفرنكس اسمها الديستري تيوب، وعلى هذا الكلام اللي طلبوا الصحيين. يبقى التمبانيك بليكسس سبلاي كام حاجه يا اولاد؟ ثلاثه. وبعد كده يخرج منها نيرف، يخرج من البيتروس بون اسمه النيرف اللي خارج ده، حاسس لما محمود هات قبل الاثنين شم لك شم محمود بس كده نعم حتى تدفع تمام. يا اولاد العظمه دي سميتها بيتروس بون، والبيتروس بون دي بيخرج منها النيرف اللي اسمه ليسر سوبرفيشال بيتروس، هيمشي عليها يروح الفورم اسمها اوفال، ولما يروح الاوفال يخرج بره المسكال يلاقي تمبانيك اوتيك جانجلر يوريلي يطلع، بص جانجلر بتروح لاني جلاند برضه. تاني الكلام ده قديم بما فيه كفايه. بعد كده نرجع للشيب تبع الكورس، بمعنى ايه؟ وهو ماشي جاي من ورا قدام يلاقي الكاروت ستانس كاروت بادي يطلع منه كاروت برينج، الكاروت برينج تنزل تسبلاي الكاروت ستانس كاروت بادي. انا هستغل الكورس ان هو ماشي بين انتنا وكسرنا كاروت ارض، هو جاي من ورا قدام تنزل منه كاروتد برينجز تروح للكاروتد ساينس وكاروتد بد. كلنا طبعا سمعنا زمان كاروت ساينس سندروم كده، يبقى ليه سنسور سبلاي جاي له من النيرف ده اللي هو اني نيرف لما كده جلوس فرينج، في بارو ريسبتور وكيمو ريسبتور والقصه دي. النيرف بعد كده يعدي على الاجدار الفرنسي الفرنجال برينج. الفرنجال برينج دي سنسور برينج هتشارك في بريكس اسمها فرنجال بريكس. الفرنجال بريكس دي هتشحن كمان خمس دقائق نايم على الميدل كونستريكتور من بعض. الفرنجال برينش دي سنسور برينش هتروح للفرنجال بليكس، والفرنجال بليكس هتطلع منها نيرف سبلاي للميوكوزا اوف اوروفارينكس. الميوكوزا بتاعت مين لما كده؟ اوروفارينكس. هنا ما قلتش حاجه، يبقى النيرف اسمه جلوس فرنجال نيرف هتطلع منه فرنجال برينش هتشارك في بليكس اسمها فرنجال بليكس. الفرنجال بليكس دي على جدار الفارينكس من بره ليها فروع بتسبلاي الميوكوزا اوف اوروفارينكس. هنا بقى في حاجه اسمها فوميتنج ريفلكس او جاج ريفلكس. جاج ريفلكس او الفوميتنج ريفلكس محدش يبقى فرحان، كلمه جاج ريفلكس او فوميتنج ريفلكس. ايه فوميتنج ريفلكس او جاج ريفلكس؟ واحد كان اكل مش مريحه بيحط ايه في بقه يجي مسح. انت استيميليتد مين؟ اوروفارينكس. يبقى اللي شغل الريفلكس مين ده لما كده؟ فارينجال برينش جلوس فارينجال بتاعنا عن طريق بليكس اسمها فارينجال بليكس. في امتحان بقى اسئله الام سي كيو بيجيبوا السؤال كده، ذا نيرف كونسرند ويز ذا جاج ريفلكس ايت، ويكتب اسماء خمسه نيرفز مش كده ولا لا؟ مين النيرف المسؤول عن كده؟ يبقى جلوس فرنج. نهدي القصه تاني، يبقى جلوس فرنج النيرف ليه برانش اسمه فرنجال برانش. فرنجال برانش هتشارك في بناء بليكس اسمها فرنجال بليكس. تلكوما البليكسس بتسبلاي ذا اوروفارينكس.
طب لما اجي احط ايدي في بقي والبس الاوروفارينكس مش الكلام ده، ابقى استيميليت الفارينجال برانش بتاع جلوس فارينجال. تمام، استيميليت الايد بيشغل ريفلكس كلنا هنبقى عارفينه اسمه جاج ريفلكس اللي هو بتاع الفوميتنج او بنسميه فوميتنج ريفلكس مش الكلام ده. ففي اسئله ام اس كيو من اللي تيجي في الامتحانات بتاعتنا اللي من بره كتاب الكليه فيها القصه دي مش الكلام ده. يبقى لما اسال سؤال من واقع علم الغدير النيرف اسمه جلوس فارينجال عايزين برانشاته. انا دايما بحب جدا لما النيرف تكتر برانشاته ترتبط مع الكورس بتاعه. هو بيلف حوالين العضله اسمها ستايل فرنجس وصل قدام ماشي مش بين الانترنال والاكسترنال كاروتيد ادى كاروتيد برانش. تمام، كمل على الدار الفرنجس فرنجر برانش وانت عند الطنج ده حتى اسمه جلوسو فينتج على الطنج سبلاي لينجوال برانش للبوستيريور سيرد اوف ذا طنج. البوستيريور سيرد اوف ذا طنج يديله كل انواع السنسيشن، كل انواع السنسيشن جنرال سنسيشن وتيست سنسيشن. الناس اللي قاعده قدامي زي الراجل ده في بابيلا كده محمد اسمها بليد بابيليو اللي هي السيركم بليد دي قدام السيركم سيرفينال مليانه تيست بادز. الناس بتطلع منه برانش ده فيه. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول بما ان البابيلا هنا كتيره يبقى لما السيلف لاجن اتشافوا مين اهم نيرف ريليتد للتيست سنسيشن؟ اوعى تقول كوردال تمبانايل هو جلوس فرينجر. يبقى اهم نيرف ريليتد للتيست سنسيشن هو اني نيرف؟ لو ما كده جلوس فرينجر. ليه جلوس فرينجر نيرف يعتبر اهم نيرف ريليتد للتيست سنسيشن؟ لانه اللي بيسبلاي مين لو ما كده؟ الفاليت بابيلي بتاعتي والفاليت بابيلي بتاعتي لو ما حدش سرحان اللي هي بتاعت التيست باز بتاعتي ديت وبالتالي ما حدش يبقى سرحان. يبقى لما اجي اسال سؤال النيرف اسمه جلوس فرينجر انت عند الطنج سبلاي مين من الطنج؟ البوستيريور ثيرد. البوستيريور ثيرد انا بقى فيه تاتش او بينه تمبريتشر هو بيقول عن بينقل. طب وفي كمان تيست باز هو بيسال عن طب ده جلوس فرينجر نيرف ليه برانشز بتروح لحاجه اسمها فاليت بابيلي سبلاي ايد كمان يبقى هو مسؤول عن نقل السنسيشن منهم ويبقى مسؤول عظيم عن نقل اني تيست سنسيشن. تمام الهدف في اخر كمان تطلع منه برانش اسمها لينجوال برانش ده التونسلر برانش. التونسلر برانش بتسبلاي السوفت التونسل والسوفت بلد. تمام هنا بقى نقف وقفه كبيره جدا وفتنه كبيره في التونسلر برانش ده. التونسلر برانش بسوفت سوفت بلد بعمل عمليه تونسلكتومي لعيان اشتكي من ودانه عايز يجي له التهاب في اللوز يشتكي من ودانه بين في اير ليه بقى؟ قالوا له ثيرد بير. ليه الثيرد بير؟ قالوا مش جلوس فرنجز ده تمبانيك برانش الميدل اير وبيسبلاي التونسل في الاخر. فبنقول يا دكاتره الدنيا لما تعمل تونسلكتومي لعيان تشيل اللوزه تنبع على اهله ان بعد يومين ثلاثه الواد هيشتكي من ودنه مش الكلام ده لا انت في نفس الكلام. او لو جات لك ام بعيل عنده التهاب جامد في اللوز ممكن يبقى مش ماسك ودانه مش الكلام ده بيزقه كده بتدي علاج للتونسل عادي وتفهمها ان ده البين اللي بيتسمع في ودن العيل مش الكلام ده يومين بالظبط بشويه مسكنات كل حاجه بتطول. انما لما ما بنقولش كده انت فاتح بقى عيل وشال لوزه مش الكلام ده لا. فالام اكتر واحده بتبقى قلقانه فاهمه ان العيل خرمت بقه مش الكلام ده لا وصلت الودن وجينا بتخلق في العياده بمعنى كلمه. فبالتالي يبقى انت لازم تبقى عارف ان بين التونسل بيريفيرد في مين في الاير. يبقى انا جلوس فرنجل ليه ابلاي كتير صراحه. يبقى مش مجرد اهو نيرف بنقلبه هو اهم نيرف ريليتد للتست سنسيشن هو مسؤول عن جاج ريفلكس مش الكلام ده لا. لما بعمل تونسلكتومي بيعمل لي اولاد بين في الاير مش الكلام ده لا. مش لازم تونسلايتس النيرف بيدي التونسل والتونسل مليان نيرف سبلاي اي التهابات هتسمع في الاماكن واخده من النيرف زي اي ثيرد بين. يبقى بالتالي انا ما بقراهوش كده يعني مش هو قاعد عشان اخلص من جلوس فرنجل ده احتاج بيه في حد تاني. الجلوس فرنجر نيرف ده انهي كلين نيرف لو بعد كده التاسع. اسال سؤال بيطلع من المضله ليه كام نيوكلس في المضله؟ اربعه. مين الاربعه نيوكلس لو عندنا دم وضمير؟ على اسمها نيوكلس امبيجوس ده ممكن وحاجه اسمها تشيرو سليبر نيوكلس بارا سمباسات. بعد كده اثنين سنسور واحده تستقبل منه مش تديله ما فيش حاجه اسمها تدي نيرف سنسور تاخد من النيرف تيست سنسيشن نيوكلس سوليتاري واحده تستقبل منه بين وتمبريتشر وتاتش جير سنسيشن سباس باين النيوكلس اوف ترايجين من النيرف. في هذا الكلام النيرف بتاعنا في الحصوره دي عرفنا النيوكليار هيطلع من المطله ويغادر الاسكال من فورم اللي اسمها جاجيلار فورم ويمشي جوه الشيس اللي اسمه كاروت تشيس بين الانترنال كاروت والانترنال جاج وينزل ديب للستيرويد بروسيس وعضلاته منها عضله اسمها ستايلو فرينج ويعمل حاجه خدناها قبل كده يلف حواليه ويجيب قدام بين الانترنال كاروتد والاكسترنال كاروت ويكمل على جدار الفارنكس. تمام ولما يمشي على جدار الفارنكس يمشي في حاجه اسمها سكند جاب بتاع الفارنكس ما عرفوش مكان بين السبيل وميديكال سيكتور بنسميه سكند جاب بناخده يوم الخميس ان شاء الله لو عشنا. طب ويروح عليه عضله طالعه كده اسمها هايجلوسس يمشي ديب لها وينتهي في الطنج مش كام دول لا النيرف اسمه جلوسو فرينجر. رسمه الكتاب حلوه جدا لو بتذاكر عليها مره يعني تبص لها بصه كده مش بحتقرها رسمه فوق ورسمه تحت زي الفل. لازم وانا بذاكر اربط البرانشات قد ما اقدر بالكورس عشان لما يقع حاجه ما يقعوش كلهم. سين التمباريك برانش ده ملوش رابطه
مش كام؟ انما لف حوالين ستالو فرنجس ماسل لرابطه مش كام؟ دول لا مشي بين انتينو اكسنا كاروتيد ادى كاروتيد برانش لهم رابطه مش على جدار الفيرنس فرنجل برانش لرابطه راح عند التانك ده اسمه جلوسو فرنجل لرابطه مش كام؟ دول يعني لو وقع مني حاجه في الاخر الدنيا ما تبقاش ضلمت مش كام؟ دول يبقى انا قاعد بحكي لنفسي برانشات كتيره اربطها مع كورس طويل. النيرف ده مين لي سنسوري مين لي سنسوري لانه ما اداش غير عضله واحده اسمها ستالو فرنجس مش كام؟ دول انما كل البرانشات اللي عماله دي سنسوري في سنسوري سنسور في سنسور في سنسور مش كام؟ لا وبرس بس طبعا الملك بتاع لوت الملك اللي هو ده البارات الجلاسي مش عايز اكلم مين نرف ده سميته اولاد جلوستوفر داني كده نرف اولاد تاسع كرينيال مش كام؟ الفيجاس اللي هو عاش كده نرف نفس النيوكليار تمام نفس النيوكليار ما عاد تغيير بدل ما اقول انفيرو سالفا نيوكليوس قلنا دور ده نيوكليوس الفيجاس نفس النيوكليوس ماشي يبقى غيرنا اسم النيوكليوس اكثر اقل. وعلى فكره الهيستولوجي لما تاخد الكلام ده في الترم الثاني في السكاشن بتاع الهيستولوجي الانفيرو سيرف نيوكليس هي جزء من الدور ده نيوكليس بيجاس وديتاتشت من انفصلت منه يعني تشوف القلم ده وغطاه هم عاملين كده بالظبط في النيو في الهيستولوجي اللي فوق دي انفيرو سيرف نيوكليس وتحتها دور ده نيوكليس بيجاس مش كام دول فلا خلاف هم الاثنين يعتبر بارس بسات نيوكلي اي وجزء منها يعني لما زمان ايام كنا صغيرين في اي حاجه هو دكتور هو جاب فيشن مش سنسري ايه في سنسور طبعا تيس تيس بتستعمل سنسيشن من كام حاجه من ثلاث طيب ايه ما تيس ده من سنسور ولا كام؟ ايوه بس مش سنسيشن قصدي يعني هو بيسموه كذا عضله مش العضلات دي مدر بس اه والسنسور بتاعها من تراجيم النيرف مش كام ولا لا تراجيم النيرف اللي ماشي في الفيس دوت ثلاثه برانش بتاعت السبلاي عضلات تسد بالسنسور بتاعها مش كام ولا لا الفيشال نيرف موتور بتاع العضلات وتراجيم النيرف بروسبتيف بتاعها مش كام ولا لا انا ليه؟ بعد كده وجينا مع بعض بتاعتي الفيجاس بتاعنا طبعا اللي هقوله عليه دوت يا ولاد سهل جدا الفيجاس ده طالع من المظله من نفس المكان اللي طالع منه مين جروس فرنج بس اوطى منه وطالع من نفس النيوكليار تقريبا وهيطلع من نفس الفورامين الجاجلر فورامين ويمشي في نفس الشيس اللي اسمه كارو شيس بين انتنا كارو انتنا جاجلر ويدسند لغايه تحت ماشي دي بالبوستير بيلو دايجاستريك ويكمل لغايه الروت اوف ذا نيك يعدي على السبكليبيان ويخش للسوراكس مش كام ده لا جديد في الكورس بتاعه وكورس بتاعه فيه تو جانجل واحده سوبير واحده انفير وبوث اوف ذيم ار سنسوري جانجل مش كام ده يبقى النيرف بتاع الناس في اولاد فيجاس الفيجاس طبعا ده في الامتحان كل يوم على فكره جلوس فرنج ده ما عرفش الاوف الفيجاس ده حبل طول كده على الجثه كل ما نحتاس نقول ده فيجاس البطول ده فيجاس البطول بطول كذا ما نلاقيش البطول فيجاس مش كام لا يبقى بالتالي الفيجاس ده من الحاجات اللي كونستنت في الامتحان العملي افري داي في هذا الكلام الفيجاس ده كرينيال نيرف نمبر كام 10 الفيجاس ده اطول كرينيال نيرف ليه اطول ده بيوصل لغايه الترانسفيرس كولوم مش كام ده برانشات بتوصل للتلتين الترانسفيرس كولوم فالفيجاس ده نيرف طول كده مش كام ده الاكسونز بتاعته طول كده ده مين النيرف العظيم ده ثابت اولاد فيجاس اللي هو كرينيال نيرف نمبر كام 10 طبعا انا نفسي وانت بتذاكر في البيت عشان ما تبقاش حمل على مخك في جمل تثبتها طلع من المظله نفس النيوكليار تقريبا طلع من نفس الفورامين مش في نفس الشيز مش كام ده لا ونزل بينهم من فوق لتحت ما عملش حاجه جديده مش كام ده لا الكرسي بتاعه اعاده ثانيه بس اسهل من اخواته مش كام ده لا مين نيرف اللي انا ده سميته بليد الالم نيرف لو جينا قلنا مع بعض كنا مش عارفين في اولى ولا ثانيه صح واحد عندنا اولى في ثانيه بص يا ولاد طالب كلية التجارة يا ولاد قصدي كلية الطب اسمع كده يا محمد هلا ولاد اللي عندي ده عبارة عن راس الراجل لو عملت راس الراجل كده ولقيت انكم بتفهموا يبقى شيء كويس جدا الفورم دي سميتها ايه؟ اسمها ايه الفورم؟ خلي الصح اللي حواليك ده اللي حواليك اه اسمها ايه الفورم؟ جاي ما شاء الله من لما حواليك وانا بخلي كده بارتيشن كده انا محتاج شويه بارتيشن اصل انا حسيت ان الراجل ايه فتح عينيه ونايم انا عرفت موهبه ان الواحد يفتح عينيه ونايم مش اي حد يعني هنا كريكويد وفي عضله هنا اسمها كريكو ثيرويد جلاند الاجبت اسمها ثيرويد جلين هنا ده الثيرويد كارد هنا في ممبرين اسمه سايرو هايد ممبرين كليه التجاره ومين اللي هنا ده اللوب بتاع الجلاند ونايم ثيرويد بس اسال الطلبه شطار الارت اللي طلع من تحت لفوق داني ارتري كومن كاروت اسبتو كم واحد اكسترنال واي انترن اللي صح يقدر يقول لي مين البين ده يبقى معلم قوي انترنال جاجلر بين اللي جاي ده جديد من البند الفيجا تطلع من فورم دي جاجلر فورم الميدل بار ويد الفيرتيكال كده جوه الشيس في نفس الجزء ده كان طالع نرجع عدى بين الاثنين دول اسمه سبرينج ده نادي الفيرتيكال كده مين نرجع نادي ده بيج طبعا يمشي دي للبوستيل بيلي اوف بس مش محتاجه دوشه بقى الكورس بتاعه فيه تو جانجل واحده سوبيريور
في الجاجرال فورامين واحده تحتها كده انفيرو. السوفيلز قطرها نص سنتي على فكره. والانفيرو قطرها 2 سنتي ونص. اللي فوق دي بيسموها احيانا جاجيلار جانجلون. واللي تحت اللي هي اسم غريب جدا اسمها جانجليون نودوزم. نودوزم يعني هو مش مهم الاسنان. المهم انتوا جانجلون دول برضه فيرست اوردر نيورون بس الكلام ده لا لان اي نيرف هيقول بسنس الفانكشن يبقى فيرست اوردر نيورون لازم في الكورس بتاعه وتشارك في البناء. النيرف بتاعنا اسمه فيجاس. الفيجاس بتاعنا ده طلع من السكالب من فورم اسمها جاج. لو انا بثبت معلومات وبتذاكر في البيت هو نفس الكلام اللي هتقال على اني نيرف لما كده بلس فرنج. خلينا نخلص. ايه برانشات بقى؟ الكورس بتاعه فيه كام جانج يا اولاد؟ اثنين سوبيرو انفيرو. السوبيرو اللي عند جاجر فورم قطرها نص سنتي، نص سنتي ده مش قليل جانج قد كده. اما بقى التانيه دي قطرها 2 سنتي ونص دي حاجه قد كده. يبقى الفيجاس فيه كام جانج لو بيقولوا ده اثنين سوبيرو وانفيرو. لو قلبنا الصفحه قلبنا الصفحه قبل قلبنا نقلب الصفحه ايوه اخر الصفحه من تحت مكتوب في اخر الصفحه من تحت للطلبه الشطار اخر الصفحه اللي تحت ايوه دي الاقي كلينر بارت اوف اكسس. كلينر بارت اوف اكسس ده كلينر نيرف نمره 11 ليه تو بارت سباينال وكرينيال. مكتوب انه بيجوين الجانجل الفيجاس بتاعنا ويمشي معاه وتستريبيوت مع اللارينجال برانش وفارينجال برانش بتاعته مش كام دول لا والزائد مين يا اولاد لما كده فارينجال واللارينجال برانش بتاعي. وبالتالي ده كلينر بارت اوف اكسس. هنا لازم نقف وقفه ونسال سؤال النيرف ده ليه اتسمى اكسسوري؟ عشان دي وضف على الفيجاس. الواحد بيبقى عنده حاجه كويسه جدا وعايز يبقى زي ما بقول كده جرفات جديد دي البيست سماعه جديده فيميل تجيب لها طرحه جديده عقد جديد ده اسمها اكسسوارز محل كبير اسمه اكسسوار. فكان الناس بتسمى اكسسوري ليه؟ لانه بتضاف على الفيجاس. يبقى انا لما اجي اسال سؤال الاولاني اسمه الفاكتور ليه عشان بتاع الشم، الثاني اسمه اوبتيك ليه عشان بتاع الرؤيه، الثالث اسمه كيلومتر ليه عشان بحرك عضلات العين، والرابع اسمه التروك ليه عشان ادي عضله ماشيه في التروك، والخامس تراجيما ليه ما تقسم لثلاثه، والسادس ابديوس بدي عضله بتعمل قدك، السابع فيشل والثامن ايدوس. كل النيرف ليه تعليق باسم مش جايين صدفه كده، مش قاعده قلت انا مسميهم اسماء. فطبعا نيجي هنا على 11 ليه سموه اكسسوري عشان الكلمه دي عشان بيجوين مين لما كده الفيجاس ويتضاف عليه ويمشي معاه يبقى هو اكسسوري اضافي للفيجاس. فانا لما اعرف ان الفيجاس اول ما يطلع من السكاب هيجي له النيرف يمشي معاه. النيرف اللي بيتاخد معاه ده اسمه كلينر بارت بتاع مين اكسسوري. طول ما هو ماشي عمال يوزع برانشات كانها من الفيجاس انما هي اساسا من اني بارت كلينر بارت اكسسوري وهو موتور نيرف على فكره. الجزء ده موتور اللي بيزود الموتور اكتيفيتي بتاع الفيجاس بيزود قوه الفيجاس الموتور مش كام ده نيرف اسمه بليد كرينيال بارت اوف اكسس اسمه بليد كرينيال بيجون اني نيرف بليد الفيجاس طلبه كل الطب العظماء في هذا الكلام. لو انا ما خبطت الجيم بسبب يبقى مين نيرف اللي نازل فوق تحت ده سميته بليد فيجاس مش كام عايزين برانشين. السبير جانج اللي لها برانشين والميدل جانج والانفيرو جانج اللي لها برانشين وهو ليه برانشين. قالوا ايه البرانشات؟ قالوا السبير جانج اللي لها برانش اسمه مينينجيال برانش اسمه اوريجينال. المينينجيال برانش سبلاي ديولا بتاع البوستيريور كامبس. اما الاوريجينال سبلاي اكسترنال اديتو مين تاس يور درام. اي واحد فينا من الناس اللي صافية بس ما حدش يبقى سرحان. انا عايز منك هنا تبقى في فورم اسمها جاجلر فورم. مين بيعدي في الجاجلر فورم ديت؟ الفيجاس. الفيجاس هو طالع هنا يدينا مينجل برانش يخش الاسكان تاني للديورا بتاعت اي فصة سيلو كيلر فصة بيدانا بالسوبير جانج. وبيدينا برانش يروح لاترال كده الاكسترنال ديتو مين. السبلاي بوستيريور وول بتاعتها وسبلاي الاير درام كمان اسمه البرانش ده اوريكيلر برانش. خواجة اجنبي ارنولد سماه باسمه فسموه ارنولد برانش. لا بابا دكتور هتلاقيه بيسالك عن ارنولد برانش ده برانش تبع اللي هو الاوريكيلر برانش. ليه اهتموا بالبرانش دوت؟ البرانش ده بالسبلاي اكسترنال ديتو مينز ممكن يبقى سبب موت عيان. ليه سبب موت عيان؟ قالوا انا عندي بالسبلاي اكسترنال ديتو مينز في حاجه اسمها اير ووش غسيل وداني. غسيل الودن ده بنجيب ايه؟ حقنه قطرها 3 سم طولها 10 سم نملاها فلويد ماد دافيان شويه ونحقن فلويد العيان. الحقنه دي بتتحط بميل كده فالفلويد يخش يطلع الاير واكس السمكه البني دوت يطلعها لبره. ودايما العيان كده اللي غسل مره بيبقى دايما محتاج كده. كل شويه تلاقي ودنه تسدد يروح يعمل عمليه الغسيل تلاقي الامور تحت كده مع تاني. ده الامور مش شغاله كويس قوي. طب انا لو عملت العمليه دي وحقنت عيان اكسترنال ديتو مينز دي بتتنفخ كده بالماء اللي دخلت بس ميت هذا البرانش اللي اسمه اوريكيلا برانش. اوريكيلا برانش ده نشط الفيجاس المفروض يحسش بحاجه مفيش. انما في بعض الناس عندهم سيلز الفيجاس زي كاروسا سندروم الفيجاس يبقى نشط يعمل ايه في دقه القلب لما كده يقلل فالعين يخش في براد كارد دقه قلبه تقل هايبوتنشن جامد ويموت. وبالتالي يحصل له حاجه اسمها السنكوب. السنكوب بتاعنا دوت سنكوب الاداب محدش سامحنا عشان تبقوا كده. السنكوب بتاعنا دوت يا اولاد لما بنيجي نعمل العيان كده بنتوقع هذا الكلام المصيبه السوداء دايما بنقول للعيان بتاعي بنقول للعيان بتاعنا قبل ما بنغسل
الويب انت غسلت ودنك قبل كده؟ يقول اه. حصل مشاكل؟ لا نغسل. طب انت غسلت ودنك قبل كده؟ لا. طب اهل العين طبعا. ولازم يبقى الدكتور مع حقنه ادرينالين او افيدرين. الحقنه دي منشطه للقلب. اول ما تلاقي العيان بتاعك وقع منك الوقعه دي حقنه تحت الجلد كل حاجه بترجع طبيعي. فده جاب دكاتره انف واذن وحنجره دايما السؤال ده لازم كونستنت عندهم. انت غسلت ودنك قبل كده؟ اه. في مشاكل بتحصل؟ اه. يبقى بتستعد له بقى من اصله. لما تسيب انك انت عارف العين ده فور ذا فيرست تايم انت مش عارف الصوره السوداء ممكن تستمليه تاني. يبقى الاوريجينال برانش بتاع الفيجاس دوت شيء مهم جدا في الطب. في سنه رابعه تسمعوا تاني الكلام ده. يبقى الاوريجينال برانش ده بالسبلاي اكسترنال ديتيرمينت سوبير دار شغال. قال لو انا عملت له ستيميليشن ممكن استمليت الفيجاس. الفيجاس في الحاله ديت اب نورمال زي كارت سانوس سندروم ما واحد بيحرق يقع من طوله واحد الفوتوغرافات يقع من طوله. قالوا قصه مبنيه انه عنده سيرس فيجاس او اب نورمال فيجاس يبقى ممكن يبقى عندنا كده. حاجة تانية أنا لو في حاجة دخلت الليرس بشق وبكح مش كده؟ لو حاجة في الليرس بكح وبطلعها. ليه؟ الليرس ده سبلايد بالفيجاس زي ما نعرف دلوقتي باللارينجال نيرفز فالواحد بيكح. فبعض الناس يقول لك إيه؟ لما أجي أعرج في ودني بكح مش كده؟ لا هو ليه بيكح لما أجي أعرج في ودنه؟ هو استميليت الفيجاس. الفيجاس ما عرفش الإشارات جت من هنا ولا من هنا نورمال فيجاس مش كده؟ لا فيبدأ يكح. فيبقى كان في سؤال في الشفا بس الراجل مسافر بيسال الطلبه ايه في بلوك قال الله كان بيسال الطلبه ليه الواحد لو هرش فردانه ممكن يكح مش الحمد لله انت استميليت مين اوريكولار بين يعني اوريكولار بلانش ده محل اسئله محل اسئله مش الحمد لله وممكن يموت عيان يموت عيان صعب جدا انك انت تبقى عارف مصيبه سودة زي كده واديك بتذاكر مش الحمد لله عشان اخلص من اليوم الاسود ده فراجلين مع بعض يبقى البيج ده انت عايز تخلص من مذاكرتك عايزك تخلص من اوريكولار بلانش ونخلص خلينا نفحص من التعليم ده يبقى نرفس اوريكولار برانش اسمه اولاد اوريكولار برانش ده يستحق جد الاحترام مش الحمد لله يبقى في نرفس اسمه اوريكولار برانش ده برانش من مين اولاد من السوبير جانجلون راح السبلاي مين لما حد استرحان سيرتوميت سوبير دراج ده كانت الانف واذن حاطينه في اعتبارهم جدا ان لو عملت له ستيميوليشن ممكن تشغل الفيجاس يعمل برد كارديا دقه القلب تقل قوي قوي هايبوتنشن جامد عينه عم مش الحمد لله او عيان بيقول في بني مش اسمه البرنس ده سميته اوريكولار بين فكره الكحه ليه؟ قالوا انت بتكح كده هي بتستميليت جدا هو طبعا ما بتكحش انما لو في حاجه دخلت الليركس اللي هي سبلاي بالفيجاس الليركس ده متصف بالفيجاس بالفيجاس بتكح تمام فالفيجاس ما بيميز بعض الناس فكان الاشارات جات له من هنا ما جاتلوش من هنا فكل ما العين يهرب السودان بتكح في ناس الكلام وبالتالي ده قصه تانيه ده اي جنج الاولاد السوبير الفيل بقى ليها تو برانش سموه سن الفيجاس هو ماشي يدينا تو كاردييك برانش تروح حاجه اسمها ديب كاردييك بليكس بتاعت اللور ليف تروح السوبر فيشن. قالوا في الصوره ديت لو جينا مع بعض. قالوا ليه لو جينا مع بعض؟ بس انت جاي متاخر بس شوف الطلبه بجد قعدت كملت والله يا ربنا يخليك يا بسنت. بتيجي متاخر ليه يا بسنت؟ مش كده؟ سلام بس تحفه ده صعب جدا. اسال سؤال من غير ما اخبط يبقى الفيجاس بتاعنا ادانا تو كاردييك برانش. سنه اولى في سنه اولى قلنا قلبنا بيكمفر ابيتوي وبين الجليد من تحت وشد معاه السنرف سبلاي كان في زمان في السنه الاولى السوبرفيشن كارديك بليكسس والديب الكلام ده مش مهم بس اقوله مره البيجاس اليمين الاثنين والشمال الاثنين ينزلوا اني بليكسس للديب ما عدا اللي هو ليفت كان بيروح للسوبرفيشن كارديك بليكس مش مهم بيشغلوا القلب بالبيجاس انما اتليست ده كارديك بريش ده كارديك تيجي بقى البرانشات الانفيرو جانجي واحد اسمه فارينجيال والثاني اسمه سوبيرو لارينجيال تبص كده على الفارينجيال والسوبيرو لارينجيال اتصال دول جايين من انهي جنج الاولاد انفيرو؟ طبعا انا مكسوف ليه؟ قال لك الفرنجال برانش يطلع من الانفيرو جنج يعدي على الانترنال دي للاكسترنال ويروح في البيكسل اسمها فرنجال بيكسل. الفرنجال بيكسل دي على جدار الميدل كونستركتور من بره. طبعا الفرنجال ده واحد من الثلاثه اللي عدوا بين الانترنال والاكسترنال كارت قلنا عليهم عيله الفرنجال. كان في ستانو فرنجال فصل والفرنجال نيرف اللي لسه واخدينه من شويه والفرنجال برانش بتاع البيكسل مش كام دول والثالث. الفرنجال برانش بتاع الفيجاس هيعدي بالانتنا والسنا كارد ارض هروح على جدار الفرنج تشارك في بيكس بس بيكس دي سميتها فرنجال بليكس تمام الفرنجال برانش ده اغلب الفايبر بتاعته من الكرينيال بارت اوف اكسسوري اللي تحت معاهم الفرنجال برانش ده سبلاي يشارك في الفرنجال بليكس ومن خلالها السبلاي اول ذا ماسل اوف ذا فارنكس ما عدا الستايلو فارنجس ليه ما عدا الستايلو فارنجس؟ انا زود ذا مخصص فارنجال نيرف نفس اول ذا ماسل اوف ذا بلت ما عدا التنسور بالاتاي ليه ما عدا التنسور بالاتاي؟ كان نيرف تو ميديال تريجويد ميديا لو حد فينا فاكر زمان تبع المانجيبيلا ديفيجن تبع التراجيمن وبالتالي فرنجال بليكس تاني موجود على جدار الميدل فارنكس هناخدها كمان خمس دقايق بالتفصيل موجود على جدار الميدل فارنكس من بره الميدل كونستركت من بره مين اللي بيعملها؟ ثلاثه نيرفز واحد سنسور بتاع جلوسو فرنجال اللي بتسبلاي بيها الاورو فارنكس بتاعت الجاج ريفلكس ديز
والتاني موتور بتاع ديجس. لو رجعنا الصفحه اللي فاتت هنلاقي الجلوس فارينجال دي فارينجال برانش وراحت الفارينجال بلكسس ومنها ريدي سنسور تمام. والنهارده بنقول الفارينجال برانش بتاع الديجس ده موتور وشارك فيها والسبلاي عضله الفارينكس اكسبت كذا وعضله البلت اكسبت كذا. في ناس الكلام مكتوب في الفارينجال برانش الجمله اللي انا عايزها تبقى في دماغنا الطلبه بتختار بتوعي مكتوب فيها ايه؟ الناس المعلمين الايه؟ الفارينجال برانش كونسيست مينلي من الفيلمنت بتاع انهيلر كرينيال بارت اوف اكسسوري اللي بيتحد مع مين؟ مع الديجس. يبقى احنا باصين عليه ومخلصين عليه مش كام دولار ده مين اللي الكرينيال بارت بتاع مين يا ولاد؟ اكسسوري لا خلاف على ذلك. في ناس الكلام طب بيروح شارك في بريكس اسمها فارينجال بريكس ومشي بين الانترنال وبين مين يا ولاد؟ اكسترنال مصاحبه نيرفس وجلوس فارينجال. ويبقى كده بين الانترنال واكسترنال كان بيمشي اثنين فارينجال نيرفس جلوس فارينجال نيرف وفارينجال برانش بتاع مين؟ الديجس. يجي بعد كده برانش اسمه سوبيريور لارينجال. السوبيريور لارينجال يمشي دي للانترنال ودي للاكسترنال. طبعا كل الناس اللي قاعده في ارتر اسمه سوبيريور ثايرويد ارتر. سوبيريور ثايرويد ارتر كان ليه برانش اسمه سوبيريور لارينجال. يخرج الثايرويد ميمبرين يروح سبلاي لارينج. طبعا اللي جاي ده كلنا عارفينه بس بنبقى ناسيين. اللي فيه جاي اللي هيطلع منها برانش اسمه سوبيريور لارينجال. يمشي دي للانترنال كاروتر ودي للاكسترنال كاروتر. ايه الفرق بين السوبيريور لارينجال والفارينجال بقى لما كده؟ السوبيريور لارينجال ده دي للاثنين اما الثاني مش بين الاثنين. طيب وينزل تحت السوبيريور لارينجال اتقسم للانترنال لارينجال نيرف يخرج ثايرويد ميمبرين سبلاي ديكود اوف ذا لارينكس فوق الفوكال كورد. اما اكسترنال لارينجال يمشي مع السوبيريور ثايرويد ارتر وكنا بنقول مهم جدا بنروح سبلاي عضله اسمها كريكو ثايرويد وكمان دي اديشنال عضله اسمها انفيلو كونستريكتور بصر ذا فارس اللي لسه ما خدناهاش بس يهمني او كريكو ثايرويد. يبقى بالتالي بسال سؤال النيرف اسمه سوبيريور لارينجال اسمه ايه؟ سوبيريور لارينجال. لو انت من الناس المحترفين مذاكره السوبيريور لارينجال ده برانش من منطقه الانفيريور جاي زي الفل من منطقتها. قال برانش ده مش ازاي؟ قالوا ديب للانترنال وديب للاكسترنال ديب للانترنال وديب للاكسترنال. اما الثاني كان بيمشي بينهم الفارينجال تمام. وبعد ما مشي ديب لو متقسم لاثنين انترنال لارينجال واكسترنال لارينجال. انترنال هيخرج ممبرين خدناه في الميديا ريجن اوف ذا نيك اسمه ثايرويد ممبرين يبقى ماشي مع ارتر اسمه سوبيريور لارينجال ارتر روح سبلاي الميوكوس ممبرين احلى من الفوكال كورد تمام. اما بالنسبه للاكسترنال لارينجال هيمشي بره جنب السوبيريور ثايرويد ارتري. قلنا لما بنيجي نربط السوبيريور ثايرويد بنربطه عند الجلاند عشان ما تقطعش النرف ده ويروح السبلاي عضله اسمها كريكو ثايرويد اللي هي عضله اللارينكس بتاعت الاوسط اسمه اكسترنال لارينجال. وكمان بيدي اديشنال العضله كده اسمها انفيرو كونستريكتور العضله اسمها ايه؟ انفيرو كونستريكتور. يبقى السوبيريور لارينجال نرف لو انا بذاكر بذكاء مش بغباء السوبيريور لارينجال نرف برانش من منطقه الانفيرو تمام هيمشي ديب. انا هنتفق في الاخر قبل ما نقوم علاقاتهم بعد التو ارت دول ونرتب ترتيبه كده ظريفه للناس المركزه. المهم ده السوبيريور لارينجال نيرف وعلى هذا الكلام انا عندي في نيرف اسمه اولاد سوبيريور لارينج عايز برانشات الديجس. لو بتبص في الكتاب بقى على برانشات الفيجاس وانت معلم ايه برانشات الفيجاس بتاعتنا نقدر نقول مع بعض الفيجاس بتاع الطلبه كليه الطب العظماء الفيجاس ادانا منينجال واوريكولار والسوبيريور جانجل منينجال واوريكولار والسوبيريور جانجل وادانا فرينجال والسوبيريور لارينجال من الانفيرو جانجل ومن هو ماشي نفسه تو كاردياك برانش تروح للكاردياك بريكس بشغل قلب مش كده برضه ولا طبعا الاوريكولار ده تبع جسم الانسان الاسوماتيك المينينجيز تعتبر صوغ جسم جدار الجسم فاول برانشين يعتبر سوماتيك برانش وتاني برانشين يعتبر فيسرا ليه فيسرا لو ما كده مش اللارينكس ده فيسرا مش كده لا والاسوفجس ده فيسرا مش كده لا يبقى بالتالي يعتبر فيسرا فيسرا يعني احشاء. يبقى لما اجي اسال سؤال كنا زمان بنقسم البرانشات لحاجه اسمها سوماتيك وفيسرا اول اثنين سوماتيك سوماتيك يعني جسمك اوركل دي جسمك المينجيز دي بتبطل السكال من جوه ده تبع جسمك مش طبعا مش الفيسرا مش كده لا اما الفيسرا الاثنين التانيين دول وكارديك طبعا عندنا في نيرفس ريكارد لارينجال طبعا نقف هنا قبل ما اقول ريكارد لارينجال اتفق على حاجه مهمه جدا جدا للشطار بتوعك عندنا سؤال تحريري اسمه نيرف سبلاي اوف ذا لارينكس. الطلبه لما نيجي ناخد اللارينكس قلنا ما جاش اللارينكس ده في تاريخ كليه الطب الاصليني غير مره في 34 سنه مرتين ما جاش حاجه كده يعني. انما نيرف سبلاي اوف ذا لارينكس سؤال ريتن كومنت تحت ما سوبر نمان 10 هناك في الفيجاس في اللارينكس هتلاقي بيقول لك سي ذا فيجاس ما فيش حاجه مكتوبه في النيرف سبلاي مش كام ده النيرف سبلاي بتاع اللارينكس في الصفحه دي مش كام ده لا سوبيل لارينجال وريكارنت لارينج. يبقى انا عندي سؤال جزئي في الصفحه دي اسمه نيرف سبلاي اوف ذا لاركس نيرف سبلاي اوف ذا لاركس. يبقى نيرف سبلاي اوف ذا لاركس هناك في اللاركس ما فيش حاجه مكتوب كاتبين انجر بس انما هنا مشروحين نيرف سبلاي. انا عندي سؤال اسمه نيرف سبلاي اوف ذا لاركس وده يبقى في الذاكره عشان ما تطلعش الامتحان تقول لك اصل ما ذاكرتش لاركس ما حلتش السؤال. يا عم السؤال ما بيتحلش من لاركس بيتحل من البيجز. اسمها بقى معايا كده للطلبه الشطار البيجز بتاعنا للطلبه الصحيين بس ما حدش صحيان
ادينا نيرف اسمه ريكارنت رينج. هنا لازم بس اسال لو تعرف بتاع الاورطه ده زمان كان تحته بالمر ريكارنت وكان ليجامنت اسمه ليجامنت ارتيريوز. في بريك سفالك مقسوم لرايت كومن كاروتيد رايت سب كليبيال في ليفت كومن كاروتيد ليفت مين سب كليب. كل الناس اللي قاعده تعرف ان في حاجه اسمها تراكيه ودارنكس. اللارنكس بتاعنا بتلاقي فيه طلقه سكين واكيد ده اللارنكس بتاعي تحته ده كيريكويد والانبوبه دي اسمها تراكيه تقسم الاثنين بعد كده وراها بالظبط. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الفيجاس اللي مين ينزل على السب كليب الكلام ده خدناه بقى قريب وهنا بيدينا ريكارد يلف تحت السب كليبيال ورا الكومن كاروتيد ويمشي في الجروف اللي بين التراكيه والاسوفجيس بتاع فوق. طيب ريكارد رينج اللي انا بقول له روح للارنكس ياخد لها عضله اسمها انفيرو كونستركتورز يدخل اللارنكس كده يديله نيرف سبلاي بتاعه. ده ريكارد رينج اليمين ابو الشمال ابدا الشمال بتمشي على السب كليبيال تمشي على الارش وتحت الليجامنت بتدي برينج يسند ورا الارش روح في الجروف اللي بين التراكيه والاسوفجيس ويعمل زي خوطه من تحت لفوق. الناس اللي قاعده صحيه تعرف ايه؟ هنا كان بيبقى في جلاند واقفه. مين جلاند واقفه؟ سايروس بيبقى ماشي على الميديا سايد بتاعت تمام. والناس اللي صح كمان تعرف ايه؟ ده كان في ارتري دي كلب كده بيقرب منه اسمه انفيرو سايروس تمام. كنا بنربطه بعيد عشان ما نعملوش ايه مش كده برضه لا نادي اسمه ريكارنت رينج في اللجان الشفوي ورقه البوسطه مش فيري كومن في الشفا عشان اسال الليفل بتاع ده والليفل بتاع ده لان في الامبريوم مش هناخد التعليل ده ليه واطي وده ليه عالي مش كام درجه لان الديفولفمنت بتاع الارض يمين وشمال مش زي بعض واكيد واضح ان في بريك سبانش على اليمين مش كام هنا في ليفت كومن جورست في ليجامنت قصه غريبه في الارض ده ما ناخدها في الامبريولوجي وبالتالي هنتفق مع بعض ان الديفولفمنت بتاعنا هو اللي اتحكم في وضع الريكارنت رينج اليمين غير الشمال مش كام اليمين عالي شويه الشمال واطي شويه الاثنين بيمشوا في جروب اللي بتوين مين ومين تراكيه وصفر. النادي ده بالسبلاي مين؟ اول ذا ماسل في الداركس اكسبت كيروكس هارت والميكوزا في الداركس تحت الفوكال كورد. طب هو راجع من تحت لفوق لقى تركيه واسوفجس اديهم برانش غلبانه مش فاهم لا ان اديشنال بدي كمان اولاد اديشنال نيرف سبلاي انفيرو كونستركت الاكسترنال لارنجال ادى الانفيرو كونستركت اديشنال والريكارنت هديها اديشنال كمان نسيتهم مش فارقه كتير انما هتكسب عارف الداركس مش فاهم لا لما تبعت واحد مشوار وما يعملوش كويس بتبعت واحد تكمل مشوار. السوبيلو لارينجيال بدا فيه المشوار قال له روح سبلاي جاكس فعمل السوبيلو لارينجيال ادى الميوكوزا فوق الفوكال كورد وده عضله واحده والفيجاس لا الخيبه اللي حصلت دي مش كده لا واحد عنده عيلين مش كده لا عيل فاشل فهمه انه كويس قال له روح اعمل مشوار ادى عضله وحبه ميوكوزا فاكتشف المصيبه فرد الريكارنت رينج اللي غطى المصيبه السوداء اللي عملها فوق فالريكارنت يعمل ايه بقى؟ الميوكوزا تحت الفوكال كورد تاني ده فوق الفوكال كورد نمره اثنين اول ذا ماسل اوف ذا لاركس ما عدا العضله الوحيده اللي خدت منه اللي هي مين يا ولاد لما كده كليكو سارو. طب يبقى اسال سؤال للطلبه الصحيين لارينجال نيرف السؤال ريتم مش كام لا كام لارينجال نيرف موجودين اثنين واحد سميته سوبيلو لارينجال والثاني سميته ولاد ريكارد. السوبيلو لارينجال ده برانش مين لما كده من فيجاس من انهي جانج لما كده انفيرو جانج مش على جدار الفارنكس السوبيلو لارينجال ديب للانترنال وديب للاكسترنال وقسمته الاثنين انترنال لارينجال اكسترنال لارينج انترنال هيخرج ثايرويد ميمبرين والسبلاي ميكوزا اوف ذا لارينكس اباف الفوكال كورد اللي ما خدنوش اما الاكسترنال هروح يمشي بره جنب السبيرو ثايرويد ارتر ويبقى ماشي ميديا ليه روح السبلاي عضله اسمها كليكو ثايرويد واديشنال لعضله اسمها انفيرو كونستركتور ما افتكرتهاش مش فارقه معايا. اما طب الريكارنت قالوا الريكارنت اليمين غير الريكارنت الشمال في البدايه اليمين بدا فين والشمال بدا فين؟ قال اليمين عند السبكليفيان اليمين والشمال عند الارش بلا اورت تحت الليجامنتم ارتريوز والاثنين هيمشوا في الجروف اللي بين التراكيه والاسوفجس والاثنين يطلعوا للاركس ويخشوه مش كام لا عند اللور بوردر بتاع ده ما نعرفهاش اسمها انفيلو كونستريك. طب الارت النرف النرف ده والنرف ده هم راجعين في السبلاي ايه؟ مش بين التراكيه والاسوفجس البرنج التراكيه دي فيها سموث مسل هي كمان فيها ميوكاس جلاندس مش كام ما ياخدوا النرف السبلاي كمان وسنسور لهم كمان. طيب والنرف بتاعي لا انفيرو كونستريكتور دي اديشنال نرف سبلاي انما الكلام ده مش مهم يهمني اللارنكس السبلاي اللارنكس السبلاي اول ذا مصر في اللارنكس ست عضله اسمها كيكوس هارون اللي خدت من فوق زائد مين في كود اوف ذا لارنكس اللي واخده من برده اللي فوق تحت البوك كام كام لارنج نرف كده اثنين كل حاجه اسمها العضلات اللارنكس عليها ايه؟ اسمها المصر طب مين ده؟ عضلات هتعيش مش كام لا عندنا بره في سبع ثمان عضلات كده مش كام لا انا ولاد من غير ما نخبط على البورد ده مين ده؟ منين؟ ازيك يا منين؟ ازيك انا اللي حصل الصبح على فكره زي لا لا حصل الصبح وخلع يعني مش كمل هو جه متاخر بس خلع بدري برضه خلص الحصه مش عامله الساعه 5 الحمد لله تمام؟ بيذاكر زياده ولا ما بيذاكرش؟ لا ما بيذاكرش والله انا حاسس كده برضه طب شديني ودينه
انا اللي اعمل كده، انا ده اطول مني. يلا ولاد قول. النرد سميته ولاد لما كده، ده فيجاس اسمه ولاد فيجاس، اسمه ايه فيجاس. وكام لارينجر برانش كده اثنين، اللي هم مين ومين لما كده؟ سوبيريور لارينجال وريكارنت لارينجال. مش الحمد لله. اسال سؤال لطلب الفضول الطب، لو ده كومن كاروت ارتري قسمت الاكسترنال واحد الترم، قول لنا اسم النرد اللي مش ديب لهم هم الاثنين. اجي على البيجاس كده فوق في الثلاث نسخ، اكتب اسماء البرانشات وكل برانش قدامه بيسبلاي ايه بس. مش كده لا كورس ومش كورس والكلام من ده، ليس بمؤثر فظيع زي ما انت بتشوف ثلاث درجات. يعني انت اول ما بتكتب اسم البرانش بيسبلاي ايه، ايدينا وقفت بقى في التنقيص. مش كده لا يعني ابقى بحارب نفسي في الاخر، اخر السؤال انا اصل نص درجه من الثلاث درجات، من ثلاث درجات كتبت اسم البرانش بيسبلاي ايه، صعب اني امسحك. مش كده لا صعب جدا يعني. انما طبعا طالب سايب اسم السؤال ولا كاتب حاجه واقول لك اديتوني، طب انت ما اديتناش فرصه نديك صح. فطبعا يبقى الحل دايما للطلبه الشطار ان هو لما يلاقي الدنيا عنده كتيره يجي كاتب اسم يا اولاد البرانش بتاعي. اسال سؤال قبل ما تسيبه، الفيجاس نيرف ده انهي كير نيرف بلاين الى عشر؟ هيطلع من السكان من فورم اللي اسمها جاك، قال نفس الكلام اللي قاله في خروج ومش جوه نفس الشيء اللي اسمه كاروتس بين الانترنال كاروتس والانترنال جاك، وهيمشي دي بالبوستير بيلي اوف ذا جاس ويكمل بين الكومن والانترنال. الانترنال مش كومن والانترنال جيجلر بيه، وفي الرطب ده نيك يعدي على السب كليفيا ويخش الصوره. الكلام احمد صراحه يعني ده نيرف اسمه ايه؟ فيجل. الكورس بتاعه فيه كام جانجل؟ اثنين. لما ما اقولش موجودين انت لازم تطالب بيهم. ليه لازم تطالب بيهم؟ لان النيرف ده سنسور فانكشن، جاب السنسور بتاع الجلوكوزا بتاع كذا وكذا، هجيب السنسور ده منين؟ مش كامل لا، يبقى لازم في جانجل اللي تعتبر انهي اوردر نيرون لما كده؟ فيريس اوردر نيرون. مش كامل لا، كام جانجل موجودين في الكورس؟ اثنين، واحده سبيل واحده اولاد انتيرور. هنا ده كلام بنتكلم عليه في السبيتو ليه بس اسمه ايه؟ عندنا كلينا نيرف ما بنعرفش اسمه اكسسوار. الاكسسوار نيرف بتاعنا طبعا في فارنجال بلكسس قبليه، انا اقول كده معاكم ميبي ريتد. طبعا فارنجال بلكسس دي مكانها فين؟ في السايت والفورميشن والبرين. يلا البلكسس ديت عندنا دكتوره فوق ال 80 سنه كده غاويه جدا تسال في الشفوي بتاعها على الفارنجال بلكسس. طبعا هي مي بيريتال عشان ما تبقاش شفوي بس يعني، انما الفرنجل بلكسس مي بيريتال صراحه. الفرنجل بلكسس لطلبه كل الطب العظماء موجوده على سطح عضله اسمها ميدل فينجر. مين اللي عملها؟ ثلاثه نيرفز. فرنجل برانش بتاع جلوس فرنجل ده سنس، وفرنجل برانش بتاع فيجاس ده موت. طب هو فيجاس نفسه ولا كلينيال بارت اوف اكسسوري؟ كلينيال بارت اوف اكسسوري ده اساس القعده. طيب وزائد السبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانج بيطلع منها برانش اسمه فرنجل لارينجل او فرنجل مباشر، ما اعرفش الكتاب كاتبه ايه. مش كم ايه؟ فرنجل برانش على طول من السوبير سيرفايكال جانج. طيب البريكس دي سبلاي ايه؟ الناس بتتكلم بعض نسمع الاول. قالوا سبلاي اول ذا مصر اوف ذا بلد اكسبت التنسور بالاتايل. اول ذا مصر اوف ذا فيركس اكسبت عضله اسمها ستايلو فرنجز. السايلو فرنجز دي بتاخد نيرف سبلاي من ايه؟ من نيرف ميديال تريبول اللي بيجروس فرنج. اما التنسور بالاتايل من نيرف 2 ميديال تريبول. طب ليه في فرنجل نيرف بتشارك فيها الجلوس فرنجل الفرنجل فرنج بتاع الجلوس فرنج ده بالسبلاي مين؟ الميكوزا اوف اوروفين بتاعت الجاج ريفلكس والبومت والكلام من طبعا وجود سمباثيتك عشان سبلاي اير بلاد فيسل في المنطقه دي. البلكس اسمها ايه لما كده؟ فرنجل بلكس. يبقى لما اسال سؤال غير ما خبط البلكس دي اسمها فرنجل بلكس. مكانها فين الفرنجل بلكس الثاني بقى؟ على جدار الفاركس من بره على عضله اسمها ايه؟ ميدل كوليسترول. الحمد لله رب عرفت مكان البلكس دي عرفتها. مين اللي عملها؟ قالوا ثلاثة فرنجل ريم، فرنجل اوب وفرنجل اوب وفرنجل اوب. فرنجل بتاع مين لما كده؟ قالوا جلوس فرنجل ده سنسوري. مش كده لا؟ طبعا فرنجل بتاع الفيجاس ده ايه؟ موتور، واساسا هو كلينر بارت اوف اكسسوار. مش كده؟ وده الاخير مين الاولاد لما كده؟ اللي هو ايه؟ من سمباثيتك تشين سوبيرو سيرفايكال سمباثيتك. بعد كده يجي الاكسسوري نيرف. هو في جدر التكست ده ما هو الاكنم والنيجر ده هو بيعدي على الاوبن. ايه؟ الاكل لما بنيجي نضربه بيعدي على الاوبن. الاكل نفسه كبولز كده بيتزحلق قبل ما بيعملش ضغط على الجدار. انت بتضغط على الجدار مش كده؟ انت بتحط صبعك كده بقى ما عملش بومتنج مش كده؟
انت بتعمل في جدارك بتدوس على المكس في البريم بتاعك مش كده لا. وفي ناس بقى اللي عندهم سيلس دي عاليه كل ما بياكل استفرغ مش كده لا. ده لو عنده التهابات جامده مش كده. في ناس كده لما يحصل التهاب جامد في الفاركس جوه يقول لك ما بعرفش اكل كل ما باكل حاجه بستفرغها قبل ما بخش مش كده لا. يبقى ده عنده انما الطبيعي طبعا الاكل بتاعك انا ليه لازم تبقى في بريشر جامد الاكل ما بيوديش هذا البريشر اللي انت بتعمله فوق بصبر. اسال بقى سؤال عندنا هنا كده اولاد اللي هو عباره عن مين الفاينل الاكسسوار نيرف. الاكسسوار نيرف ده بتساعد سنه اولى ليه حاجه اسمها سباينال بارس وكرينيال بار. هنا طبعا دي ملحوظه لازم تسمعوها كويس قوي قوي قوي. لو جيت قلت معاكم كده بصيتوا معايا على البورد بس ما خدتش التسريحات السباينال بارس وكرينيال بارس كان ايه ديت مضله الشاب رسم رسمه حلوه جدا على ايدك الشمال فوق الرسمه اللي فوق على ايدك الشمال المرسومه دي تبقى مين مضله والفور بضلة ده مين الفون واللي تحت ده الكورد ده بلاد الفاينل كورد والفورم دي اسمها فورم ايه ماكس. المضلة بتاعتنا فيها نيوكلس اسمها نيوكلس امبيجا هيطلع منها تسع نيرف دي موتور نيوكلس و10 نيرف ويطلع منها كمان 11 من اللور بارت. الجزء اللي طلع من المضلة دوت اسمه كرينيال بارت اوف اكسسور اسمه ايه؟ كرينيال بارت اوف اكسسور ده الفور. قال طب الفاينل كورد بتتقسم لسيجمنت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه كده السرفايفل. السرفايكال سيجمنت الاولى سرفايكال سيجمنت الثانيه سرفايكال سيجمنت الثالثه الرابعه الخامسه مين بيتسحب. هتطلع نص على الجناب كده تلتحق مع بعض ثمان سباينال بارت اكسسور يقسم يخش بالسلم الفورم الماجن يقابل الكرينيال بارت يطلعوا مع بعض من جاجلر فورم من ليدل بارت. لما تطلع بره السكالب الكرينيال بارت يمشي مع الفيجاس ويمشي مع البلانشات بتاعته اللارينجيال والبلات والفريج. اما الباينر بارت اكسسور يمشي سيبر تروح صبلاي عضلتين تستخدم الصبلاي سبرابيت. لو جيت تسال السؤال مين النيرف اللي عندي ده سميته اكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف بقى له وقفات معانا. اولا لما اجي اشرح في هيستولوجي المظله واقفه كده وتحتها الفاينل كورد النيوكليس امبيجوس ديت نهايتها تحت تبقى ريليتد للخلايا اللي اسمها انتيرو هورن سيلز. انتيرو هورن سيلز ديت اللي موجوده في السباينال كورد يعني كانهم نيوكليس واحد. هنا سميتها امبيجوس وهنا انتيرو هورن سيلز. انتيرو هورن سيلز بتاعتنا بيطلع منها الموتور روت بتاعت النيرفز تمام من خلايا ثانيه بتطلع منها السباينال بارت بتاع الاكسسور ويتحدوا ويعملوا سباينال بارت جالهم الجزء ده ويعملوا النيرف بتاعي. يبقى لما اجي اسال سؤال النيرف بتاعنا نفسي اتخيل لكم حاجه اتخيلها كويس قوي جمجمه اي واحد اوضه عضل وامتداتها سباينال كورد فيرتيبرا كولوم اوضه عضل. فلما تقول البرين والسباينال كورد ففي نيرف طلع من السباينال كورد ده جزء وبقيت من المضله قريبين من بعض واتحدوا راحوا للجيجلر فورم. في مشكله في الطلبه اللي بيذاكروا يقول لك السباينال بارت طلع من السباينال كورد ليه خرجش مباشره؟ ولا هو نيرف واحد ليه جزء من هنا وله جزء من هنا اتحدوا مع بعض عشان تحت ده يقابل اخوه مجبر يطلع له فعدى فورم اسمها فورم ايه؟ ماجن. لان في بعض الطلبه بيذاكر يقول لك انا دخلت فورم ماجن طلعت جيجلر فورم انا عملت كده ليه؟ قال لا ده انت عندك مضله وسباينال كورد على نفس اللاين خرج نيرف اللي تحت طلع قابل اخوه وخرجوا مع بعض من انهي فورم جاج عشان اللي تحت يقابل اخوه لازم يعدي في الفورم اللي هي انهي فورم لما كده مجمع وتحت مع بعض يروحوا للفورم اللي اسمها جاجلر فورم وكده. لما ارفع ايدي واسال سؤال يبقى في سباينال بارت في اكسل جريت اناتومي قال ايه؟ قال الجزء اللي طالع من تحت ده سباينال بارت هيعدي في الفورم دي اللي اسمها فورم مجمع يروح يلاقي الكرينيال بارت يتحدوا مع بعض سنتي واحد يعدوا بيه في الفورم دي اللي اسمها جاجلر فورم يحصل ميكتشر. قال ليتل 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 ميكتشر بيحصل. هل في فاليو للاتحاد؟ لا ما فيش فاليو من التحدهم مع بعض. قالوا بالتالي لم يثبت حتى وضع يومنا هذا ليتو بارت دول جوين اتش اذر ورجعوا سابوا بعض تاني مش كام دول لا. وبالتالي ما عندناش تعليل اكتر من نقول ان الكرينيال اساسا رايح لتعد الفيجاس مش كام دول والسباين رايح لعضلات في النيك مش كام دول فهو جاست ميتنج حاجه بسيطه وسابوا بعض تاني. يبقى النيرف ليه كام بارت يا ولاد؟ اثنين سباينال بارت وكرينيال بارت. لو انتوا صحيحين سباينال بارت طالع منين؟ من اللاتر من الانتي هورن سيلز بتاعت انهي سيجمنت؟ ابر 5 انهي سيجمنت لما كده؟ ابر 5. طبعا انا عايز اقول حاجه للطلبه اللي بتيجي تدرس متاخر في سباينال كورد واقف متقسم لكام سيجمنت السباينال كورد؟ بحر 30 كل سيجمنت بيطلع منها نيرف يمين ونيرف شمال. هل السباينال بارت ده واحد منهم؟ لا ده واحد زياده يبقى ماليش دعوه بيه. يعني السباينال كورد ادى 8 سرفايف 12 و و بس في حاجه ثانيه اسمها سباينال روت اوف اكسسوري دي مش تبعها مش كامله بتطلع من الانتيريور سيلز بس مالهاش علاقه بالسباينال نيرفز اللي احنا نعرفها دي حاجه ثانيه. يبقى كان السباينال كورد اللي طلب الشطار ادانا 31 سباينال نيرف يمين 31 سباينال نيرف شمال وادى كمان حاجه زياده اسمها سباينال بارت اوف اكسسوري وسباينال بارت اوف اكسسوري ليس لهم علاقه بالنيرفين. طب طلع منين؟
السبينال بارت ده طالع من الانتيرو هورن سيلز اللي هنا مش الحمد لله. طب هو ليه علاقه بالسرفايكال واحد ولا اثنين؟ لا لا، هم طالعين من السيجمنت بس زيهم يعني من نفس المكان. طيب ارجع اسال سؤال، لاحظوا مع بعض الكتنيال بارت هيجون ديكس تحت السكال ويمشي مع برانشات البيج لارينجال برانش البلد الفارنكس كده موتور برانش. اما بالنسبه للكرينيال بارت السباينال بارت يعمل ايه؟ مش هشرحه لان انتوا عارفينه كويس. السباينال بارت ده يعمل ايه بقى؟ نفس الصحي انا دكتور بيصاب لي عضله اسمها سترن ماستود 1 ترابيز. طبعا ده يتطلب من اي واحد ذكي ان لازم النيرف ده يرجع لورا، لازم يعني. طبعا مشاكل فورم لازم يرجع لورا. تعرف شوف انتوا ممكن تستلفوا ايه لو جدعان؟ لو درست الراجل وانا جدعان كنا فاهمين الفورم دي سميتها ذكي. كل الناس اللي قاعده صح تسمع كويس قوي، ده بيت اسمه انتنا ذكي نيرف ايه؟ تمام. وعندنا كلنا ارت اسمه كومن كارت ارت قسمناه لكام واحد اولاد انترنال والباب اكسترنال. كومن كارت ارت ادانا اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد ارت. تمام. كل الناس اللي قاعده صاحيه عندنا هنا كده اولاد، في عضله نازله كده اسمها بوستيريو بيلي اوف ده جاست، وفي عضله هنا اسمها سترنو ماستوي، في عضله هنا اسمها ترابيز، في ترانجل اسمه بوستيريو، في عضله هنا اسمها ليبيتروس كاب. عايز تقول ايه بقى؟ بص يا دكتور النرف اللي انت عايز تحكيه دوت اللي هو كيريال نيرف سباينال بارت اوف اكسسوري طلعنا من السكال. لما طلع من السكالر رجع ورا هيمشي على الانترنال ريجولار فين دي للبوستيريو بيلو ده جاستريك كان من الحاجات اللي ماشيه دي بقى يلاقي الاستنو ماستوي دي خرومها من قدام عند الجنكشن الثالث والثالثين يمشي جوه الاستنو ماستوي يطلع منه في المنتصف يعدي على البيتروس كابل في انهي ترانجل بوستيريوس كان بيبقى لاتش فاشل يخش التراليدس اعلى من الكلافيكل ب 5 سم. الكلام ده كله قديم في البوستيريو ترانجل. فبالتالي الناس اللي ذاكر البوستيريو ترانجل زمان الكلام ده كان مكتوب هناك ان السباينال روت اوف اكسسوري بيطلع من البوستيريو بوردر بتاع السترن ماستوي يمشي في الروب بتاع انهي ترانجل اولاد بوستيريو لازق في الدي فاشل من جوه نايم على الليفيتور سكابيلي يخش الترابيزيس اعلى من الكلافيكل بكام سنتي 5 سم. الكلام ده قديم وصاب لي العضلتين دول اللي هم مين ومين؟ السترن ماستوي والترابيز. انا قاعد في امتحان القصه اللي فوق ديت مش جايه على بالي قوي انا بقى مين لازم ارجع لورا؟ ليه لازم ارجع لورا؟ عشان استنى بس الترابيزس مش كام دولار؟ يعني لازم مخك يحكي لك انك لازم ترجع لورا مش كام دولار؟ رجعت انت عايز بقى رجعت ودخلت استنى بس البوستيريور ترانجل الترابيزس ما كتبتش موضوع ده جاستريك ما كتبتش انت جيجلر فين؟ فنقصك دي ثلاث درجات حتى سبلاي ايه؟ وطلع من جيجلر فورم وعمل ازاي ده انت اكيد مغطي لي خيري مش كام دولار؟ فانا مش بقول مش مذاكر انا ما عايز اقول يبقى في انديا في دماغي مش كام دولار؟ انا اقف كده اسال سؤال النرف اللي نزل دوت ده مين نرف اللي راجع ورا سباينال روت مين؟ اكسسس. طب حد فينا فاكر النرف الفيرتيكال ده اسمه بايه؟ صح كام؟ الفيجاس كان ليه برانش شديد للاثنين دول كان اسمه بيرولارينج وبرانش بينهم اسمه فارينج وكان في نرف بدانا بيه حصه اسمه الروس فارينج. عايز اسال سؤال حد سامحني مين النرف اللي بنتكلم عليه ده سميته اكسسوري نرف؟ اكسسوري ده انهي كده نرف نمبر كده؟ 11 كده نرف نمبر 11 دوت تيك كام بارت اثنين جزء اسمه ايه وجزء اسمه ايه؟ سباينال بارت كرينيال بارت. كرينيال بارت طلع من المظله من نيوكليس اسمها نيوكليس امبيجوس من نيوكليس اسمها نيوكليس ايه؟ امبيجوس اللي طلع منها 9 و10 يبقى نيوكليس امبيجوس دي موتو نيوكليس كده كام كرينيال نيرف؟ 3 التاسع والعاشر وال11. طبعا الناس المحترفه في مذاكره على نيوكليس امبيجوس كتبت مره رجعوا كتبوها ثاني رجعوا كتبوها ثالث يبقى نيوكليس امبيجوس دي هيطلع منها كام كرينيال نيرف؟ الثلاثه اللي هو التاسع والعاشر وال11 اللي بيطلعوا كلهم من نفس الفورم اللي هي انهي الفورمين؟ جاجل فورم. معلومه مهمه جدا سباينال بارت اوف اكسسوري ده بيور موتور نيرف بيور ايه لما كده موتور ما اداش غير عضلات بس وكرينيال بارت برضه بيور موتور مش مع الفيجاس ادى عضلات بس يبقى سواء ده او ده الاثنين بيور موتور نيرف يبقى اكسسوري نيرف ده بيور موتور نيرف سواء كرينيال بارت او سباينال بارت. لو بصيت على بلانشاتهم كرينيال بارت مش مع الفيجاس ادى عضلات لارينكس عضلات بلانت عضلات فارينكس والسباينال بارت مش ادى عضلتين استنوا بس سويت واير ترابيزس وبيور موتور بيور موتور بيور ايه لما كده موتور. اسال سؤال لطلبه كليه السيجاره النيرف دي كلها طلعت من سكالمن فورم اسمها الفورم اللي طلعت منها جانجلر فورم. مين اللي نزل فيرتيكال؟ مين اللي رجع ورا؟ سباينال معانا اسالك سؤال مين نرف ده؟ مين اللي بلد كان؟ مين اللي مشي بين التانيو اكسترنال كاروتيد؟ وفرينج البرانش وفيجاس لسه بالي ومين اللي مشي ديب لهم هما الاثنين؟ سوبيريور لارينج اسمه ايه؟ لو حد فينا قال مين بيعدي عليهم بقى يبقى معانا هايبوجلوس 100 100 هو اللي كان بيعدي عليهم من بره. تعالوا نشوف بقى الهايبوجلوس ده النرف ده بيأثر ايه؟ هايبوجلوس ده نرف ده كده نرف نمره النرف ده بيور موتور نيرف الهايبوجلوس نيرف ده بيور موتور طبعا احنا لازم نذاكر طبعا يعني يعني اكيد انا ليه الهايبوجلوس نيرف ده بيور موتور نيرف ليه الموتور نيكل بتاعته في المظله؟
اللي ذاكر نيورو اناتومي كان بيطلع من سلكس اسمه انترو لاترال سلكس في المضله، ما ذاكرناش الفرق. النرف ده يطلع من السكال من الفتحه بتاعته اسمها هايبوجلوسا الكانيل اللي هي الانتيرو كوندايلر كانيل، وهنا لازم نبقى صحيين اللي جاي. الاخر اربعه كلين نيرفز ثلاثه منهم طالعين من الجاجولار فورم. طبعا دي قاعده المذاكره، يعني الواحد بيذاكر في بيته. كل اللي سبقه طالعين من الجاجولار فورم 9 10 11 الاخير طالع من كانيل اسمها هايبوجلوسا الكانيل. تمام، الثلاثه يطلعوا من الجاجولار فورم من اي فورمين ويمشوا مع بعض في شيء اسمه كاروتو تشيز بين انتنا كاروتو انتنا جاجل. تمام، الهايبوجلوسا دي بيعمل ايه بقى؟ بينزل فيرتيكال دي للبوستير بيليوم دايجست. لو حد فينا عارف بيعمل ايه بعد كده يبقى دكتور بجد. بالظبط، يمشي عند اللور بوردر بتاع الهايبوجلوسا فيعدي على الانترنال وعلى الاكسترنال وعلى الفيرست بارت بتاع اللينجوال ويكمل على سطح عضله اسمها هايبوجلوسا تحت الضغط تحت الضغط، وليه عضله قدام اسمها جينيوجلوسا يخرمها وينتشر في الطنج. الناس بتسمع هايبوجلوسا نيرف، انا هشرح صعبه دلوقتي بس عايز اقول الناس اللي بتذاكر هي تفكير المذاكره السابقه كله اتقتل، كل الكلام ده اتقلب لكده. فبالتالي الناس اللي بتذاكر بس يا ريت تكون جدعان، مره في حجم انا عارف انكم جدعان، بس نبص على البورد اسال سؤال. لو دي راس الراجل بتاعنا عملنا كده، انا عارف حتى بتوعنا كده اسال سؤال كده، ورسم الكتاب حلو جدا على فكره. انا وليه؟ اللي هي دي هاي بوند ومين الكارت اللي لسه سميته الثيرويد. لو عضل لسه سميته ولاد هاي بوست في مصر. لو عضل جاي الثانج دي كان اسمها جيني بروست وذا ثانج طبعا. وحتى سرحان ده مستوت بروسيس. هسألكم سؤال للطلبة في كلية التجارة. الأرض اللي طالع من تحت الفوت اسمه كومن كاروت إسحاقات قسمته إكسترنال واي إنترنال. هسأل سؤال، هل حد فينا قدر يقول لي اسم العضلة دي؟ هيصعب عليكم. بوستير فيني أو؟ تمام، وده الإنترميديت تندس. كان المفروض يبقى في عضلة جاية له من قدام اسمه أنتيرو فيلي. هسأل بقى سؤال بس أنتوا تفتوا بيه فتوى سعيد. النرف بتاعنا طبعا في بين هنا بتقول الرقبة، مين بين ده اسمه؟ إنترنال جاكيت. عايز نمشي الهايبوجلوسا الهايبوجلوسا مشون من كده اتس بيور موتور نيرف. الهايبوجلوسا نيرف اللي هو بيور موتور نيرف بيطلع من الجاجولار فورم من الهايبوجلوسا الكانيل وذ سيلز جو كاروت تشيز بين الاثنين دول مش شغاله الدكتور. بعد ما تمشيه بينهم كده هينزل داونورد كده بين يمشي دي بالعضل مين العضل بس دي بدا دي يصير بلي قدام جاز النيرف. بعد كده يكب من ورا قدام يعدي على الانترنال كاروت ويعدي على السنه كورت. كان في ارض هنا عامل لوب كده اسمه لينج يعدي على اللينج على اللوب بتاع اللينج. بعد كده بقى اولاد حد سرحان عشان دي حاجه غريبه العضله الموجوده دي يعني عضله ده جسد النرف هو جاي من ورا قدام كده ماشي عند اللور بوردر بتاعها معدي على دول يمشي ديب لها تاني ويمشي على سطح العضله دي اللي اسمها هايجلوسس. قال طب هو مش على هايجلوسس تحت كان اعلى منه الديب بارت بتاع السبن ديب والجلاي والضغط بتاعي يبقى ماشي اوطى منه ولا مين اللي قدام يلاقي جيني جلوسس يخرمها في المالتيبل برانش بتاع مين اللي عمل كده اسمه هايبوجلوسس. كل المعلومات دي سابقه على فكره، ما فيش حاجه جديده على فكره، يعني كلها بتتعاد. هو نفس القصه الارض جاس سمع الكلام ده اكيد الارض سمع الكلام ده، يعني الكلام بيلم بعضه في الاخر. النيرف ده بيون موتور نيرف بس كل الناس اللي قاعده قدامي عارفه انه اول ما يطلع من الكتاب في حاجه بتحصل. الله لو افتكرتوها سي واحد واحد يديله برانش يسمش معايا قلنا النرف دوت ماشي معاه سي واحد تشكيله لا واي برانش يطلع منه العضله ما اسمهاش جلوسس يبقى من سي 1 لانه خلق العضلات التانجو لن يعطي نرف صبلاي الا العضلات التانجو. تمام ان ولد تبقى اسمها جلوسس كمان قرف يعني. النرف بتاعنا دوت ايه برانشاته؟ قبل ما اسال برانشاته اسالكم سؤال بس انا عارف انكم بوابين. دم ده ومن كاروت ايه ده بقى وايه ده بقى؟ اكسترنال وانترنال. لو حد فينا قال لي اسم البين ده معلم قوي انترنال ريجولار بين هعمل بقى حاجه غريبه جدا للشطار بتوعي. نرفع عمل كده ونرفع عمل كده ونرفع عمل كده. انا لو مصابين دول بقى لو كده اللي رجع ورا ده مين؟ سباينال بارت اكسسوري ولازم يرجع لورا لازم عشان يستلم مصروف ضرب لازم والفيجرز لازم ينزل امعائك تحت واللي جاي قدام لسانك ده مين؟ هيقول استنى يا دكتور ده احنا عندنا مشاكل في نرف مشي بينهم والنرف التاني مشي بينهم. قال لهم اتعرفوا من البين دول؟ قالوا جلوس فرينجل وفرينجل برين. قالوا استنى 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 بقى ده في نرف بقى جاي من فيجاس مشي ديب لهم هم الاثنين. انا عايز ان الريش دول يبقى انا قاعد في بيتنا لو عندي ضمير بس ما حدش عنده والله عندي ضمير لازم اثبت علاقاته مع الانترنال والاكسترنال كاروت لان السنه بعد ما بذاكر انك تاكل بعض كده مش عارف مين اللي عدى السوبر فيتشر ديب هي مشكلته مع الانترنال والاكسترنال كاروت مش كامل كل شويه لان انا بسال الطلبه اسئله خبيثه شويه يقول انت بتلخبط بس بان الاكسسوري رجع ورا دخل استنى مصر وراح في الطبيب بس يقول لي انت جايب السهله ما
مش كفضل تطبق بالفيجاس النازل هيدل دوت مش كفضل لا يقول لي انت جاي ده من عارفه ده مشكلتنا في الاربعه اللي جايين قدام مين الاربعه اللي جايين واحد ديب اثنين في ان بتوين واحد سوبر فيشل مش كفضل مين اللي ديب سوبيريور لارينج اللي برجع اسمه الانترنال اكسترنال مين اللي ان بتوين من يحلى لقب فارينجل فارينجل برينجو فيجاس وجلوس فرينجل نيرف مين اللي عدى عليهم من بره هايبوجلوسر نيرف والهايبوجلوسر نيرف عدى عليهم هما الاثنين من بره رايح في الطريق يبقى لو انا ما خبطتش جامد مين النيرف ده اسمه هايبوجلوسر نيرف بالسبلاي مين الهايبوجلوسر نيرف انا من سي واحد ولا منه سي واحد لمينينجيال برينج روح الديره بتاعت البصير كده في وسط وده من زمان زمان والله وربنا يستر هذا كان في جدول كده موجود في الكتاب والجدول ده في اخر ديوره بتاعت وكان مكتوب في الخانه اللي تحت كده هايبوجلوسال نيرف قلت لكم اكتبوا لنا سي واحد بتاع الهايبوجلوسال لان الهايبوجلوسال ده موتور مش هيد الديوره بتاعتنا كل واحد لما يفتح كتاب الهيد لما يروح هيلاقي جدول الديوره ده موجود اخر سطر في الجدول الكتاب هيتفتح احنا في القعده مش طب ما استري عليا بقى مش كده افتح كده الصفحه بتاعت الديوره مثلا لقيتيها لو لقيتيها بقى قولي لهم عشان اقعد انزل فيه بطول الدرس مين اللي مش كاتبها تاني؟ هي العبيطه وبعد كده مين؟ اي انا ايوه طبعا كده عارف انا عامل ايه مش كام دول لا عارف تاني اصل هي المشكله ان الهايبوجلوسال نيرف ده بيور موتور لما يطلع برانش من بيور موتور للديوره بتاعتنا وانا واقف وانتوا توافقوا يبقى عدى بوابيني خالص يعني قاعدين في مع بواب مش كام دول لا طبعا ما ينفعش عشان بس الواحد ما يرجعش يخنق نفسه يقول لك ايه ده انا اصل هي ماشيه كده طب هايبوجلوسال نيرف تكلم برانش نازل كده لو عرفتوا تبقى الديسنس هاي بجلوسال يعمل ديسنس المكان كان بيعملوا حاجه اسمها الصفحه دي بقى انا فتحتها خمس مرات بصراحه طيب وبيجي عصر كمان اسمها سايرو هايويد قلنا سايرو ما بتاخدش من الانسه دي واقفه فوق ويجينيو هايويد ولما خدنا جينيو هايويد انا فتحت الصفحه دي مش كام دولار قلت بتاخد من السي وان اللي ماشي معايا مش منه مش كام دولار ان انا هاي بجلوسال والكلام ده اكسبت عضله واحده ما بتاخدش منه اسمها بلات بجلوسال بقى البلات بلس عضله الطنج بس بتاخد زي عضلات البلد من خمس دقائق قبل الصفحه ما تتقلب كان اول ذا ماسل اوف ذا بلد بما فيهم بلات بلس واخده من فرينجال بلكسس اللي عملها فرينجال برانش بتاع مين الفيجاس ما عدا العضله اللي اسمها بلات بلس اسمها ايه؟ بلد يبقى لما اجي اقول جلوس فرينجال نيرف سبلاي اول ذا ماسل اوف ذا بلد طنج انترنسك واكسترنسك خارجين وداخلين كسبت عضله واحده اسمها العضله دي سميتها بلات بلس اسمها ايه؟ بلد طب بلات بلس دي سبلاي بمين؟ قالوا بالفارينجال بلكسس اللي عملها فارينجال برانش بتاع فيجاس اللي اساسا عملها الكرينيال بارت بتاع مين بلايد اكسس اسال سؤال من غير ما تقوم مني هايبوجلوسال نيرف لسه احفظ معلومات هايبوجلوسال نيرف ده جاي منين الهايبوجلوسال نيرف قالوا ده بيور موتور نيرف تمام والنيوكليوس بتاعته موجوده في المظله شغال الهايبوجلوسال نيرف اللي هو بيور طبعا رسمت كتاب رائع الثلاث رسومات بتوع الكتاب او الاربعه بتوع النيرفات دي جباره صراحه يعني الاربع رسومات دول لو تلونوا بايدك بلاش تلونوا اتذكروا من الرسومات بس مره هتحكيهم لاي واحد صراحه يعني ايا كانت الظروف اسال سؤال الهايبوجلوسال نيرف ده كده نيرف نمرة كام 12 هيطلع من سكالب فتحه اسمها هايبوجلوسال اللي هي انتيرو كوندايل هينزل بين الكاروت تشيز بين انترا كاروت وانترا جاجلر وهيمشي بعد كده ديب للبوستير بيلي اوف دايجست بكيرف فورورد عند اللور بوردر بتاع البوستير بيلي يعدي على ثلاثه ارتس كتاب السبوتنج بتاعنا بنربط الهايبوجلوسال نيرف اخر سنه نسال الارتس اللي عدى عليها بيعدي على الانترنا كاروتيد وعلى الاكسترنا كاروتيد وعلى اللوب بتاع اللينجوال اللي هو الفيرست بارت يكمل بعد كده ديب للدايجستيك ويخش على الهاي بلوسس ماس يمشي سوبرفيشال لها اوطى من الداكت بتاع السبمان ديبلر والديب بارت طبعا الكلام ده كله بيبقى كفرد بالسبمان ديبلر سايب جلاند المين بارت بس الكتاب مش كده ولما يجي قدام يلاقي عضله اسمها جيني بلوس تتقسم لبرانشات يخرمها مين النيرف اللي عمل كده اسمه هايبو بلوس نيرف اسال سؤال ايه برانشاته؟ قالوا من سي واحد ولا منه؟ مش كامل سي واحد بدي يا اولاد منين جال برانش الديورا بتاعت البوستيريور كيرف فصة واحد وبسبلاي ديسنس هايبوجلوسال اللي شارك في الاندر بتاعت الانفراد ماسل اثنين وسبلاي سايرو هايد ماسل اللي هي واحده من الانفراد ماسل اللي خدت لوحدها ثلاثه والجينيو هايد اربعه ده من سي 1 اللي ماشي معايا اما هو نفسه هيدي عضلات التانج انترنسك واكسترنسك ما عدا عضله اسمها بلاتو جلوس قلنا حاجه الجينيو جلوس لما بتطلع التانج بتطلع بسنس هايد ولا اوبزيت سايد والتاني بتاعه كده لو الاثنين شغالين طلعوا ميد لاين لو اليمين باظت عشان النرف ده اتقطع مش بس شغال وحنا قلنا العيان بيشاور على عيان قلنا الكلام ده نمبر فات لو طلعت تسال اي واحد فيكم قطعت كروس سكشن كام؟ الاقي التانج عامل كده في كروس سكشن لو انت حصل شلل من ناحيه الاقي التانج عامل كده
ايه اللي حصل في التانك ده؟ هيمي اتروفي. ايه معنى هيمي اتروفي؟ الناحيه اللي مش شغاله في النص التانك يبقى اتشل. اللي جاي ده الاسكيبا، بس هعيد تاني الكلام عشان نشوف هتستنتجوه ولا لا. الهايبرمستر نيرف سبلاي اول ذا مسل اوف ذا تانك ما عدا عضله اسمها بلاتر بس بتيجي من التانك من البلد تروح للتانك تشد لفوق. تاني اول ذا مسل اوف ذا تانك سبلاي بنيرف اسمه هايبرمستر نيرف ما عدا عضله اسمها بلاتر جلوس. مره ثانيه اول ذا مسل اوف ذا تانك سبلاي بمين؟ هايبرجلوس. بعد عضلة اسمها بلاتر بتيجي من السوفت بلاتر اللي فوق تنزل التانك. العضله دي ما بتشالش لانها بتاخد من الفرنجر بليكسس اللي عملها فرنجر فرنش بتاع بيكس السكينين اكسس. لما احد عنده هايبرمستر نيرف مقطوع يمين تفتح بقه تلاقي التانك عامل مرفوع شويه. ليه مرفوع شويه كده؟ سيلفرات الجوس. ولما تطلع بقه اللسان لبره يروح على الناحيه العينه، يبقى العينه بقه لسان بقه الناحيه العينه مرفوعه. لو يطلع لسانه العينه يروح على الناحيه العينه، مش كده ولا لا؟ ليه بقى بيحصل كده؟ قالوا ناحية العينة كده عشان الجيني بلس الديبازي التانية بيزقه كده. طب ولو ليه مرفوع شوية؟ عشان بلاتو جلس لسه شغالة، فبتعمل إيه بقى على التانج؟ طبعا لو أنت عندك هاي بلس كويسة وجيني بلس كويسة وبلاتو جلس التانج يبقى سيبه في مكانه لا فوق ولا تحت. لما أنت عندك بلاتو جلس شغالة وهاي بلس باظت يحصل إيه في التانج؟ ترفع. يبقى الايدج بتاعه بقى ايه اللي بيدامين البيانات سميته ولاد هايبو جلوستر نيرف. اسمه ايه؟ هايبو جلوستر نيرف. اسال بقى سؤال، هايبو جلوستر نيرف ده كان نيرف نمبر كام؟ 12. ده موتور ولا سنسوري؟ من سنسو بيتحط بقى سيرفايكال نيرف نمبر كام؟ واحد. اول ما يطلع من السكال يمشي معايا ايه برانشات سي 1 بيدينا منجر برانش زيرو بتاعت البوستيريور كام فص. وده ذا سنس هاب جلوسال هو سوبير رود بتاع الاندا سيرفيكال سبلاي الاندا مع هذا سايرو هيود. هو برضه اللي بيدي السايرو هيود وبيدي جينيو هيود كله من دول بقى. تمام. هل في برانش منه هو نفسه؟ اه. اول ذا مسل اوف ذا تانك ما عدا عضله اسمها بلاتو جلوس. تمام. وسبلاي مين كمان يقول لك لو ما كده؟ السبلاي اللي محصل الحين ما عدا الطبق الانترنسك مسل طبق. اسال بقى سؤال، لو تشل يحصل ايه للتانج؟ بيت لان احنا سيم سايد ولا اوبزيت سايد؟ سيم سايد. لو بتاعي بص يمين اتقطع يروح التانج يمين، مش كامل لا للشمال اتقطع يروح شمال، مش كامل؟ طيب التانج يحصل له هيمي اتروف، يحصل له ايه؟ هيمي. هسالكم اسالكم سؤال لو درستكم معلمين قوي 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 اقول لكم قوموا روحوا. لو عملت كده بس عايز واحد صاحي. الارض ده اسمه كومن كارد ارض. قسمته لواحد اسمه اكسترنال واحد اسمه ايه؟ انترنال. والبين ده سميته ولاد انترنال جاجلر بين. هل حد فينا يقدر يقول لي لو في نرد رايح لورا كده طلع من الجاجلر فورم وعدى على ده دي للدايجستيك ودخل الاسترنوماستويد وكمل الترميس؟ مين نرد اللي ده؟ صح. لو في نرد نزل فيرتيكال بيجز في بدايته ادى اوريكيولار ومننجي وبعد كده ادى فارنجيال وسوبيرو لارنجي. مين نقطت ده وليه عملت ده كده؟ عارف ده بين الاثنين وتنصح الكلام ده ولا لا؟ ده سوبيريور لارنجيا تتقسم للاثنين انترنال لارنجيا واكسترنال لارنجيا. طب ده فرينج هروح للبلكسس ده فرينجيال بلكسس السبلاي اول ذا مسل اوف بلد اول ذا مسل اوف ذا فيرنج. طب بلد اكسبت عضله اسمها تنسل بروتايب وفرينج اكسبت فرينج. تمام. وده انترنال لارنج الميكوزا اعلى البوكال كور واكسترنال عضله اسمها كريم وسيرم شويه في الفيلو كونستركت مش مهم. طب الفيجاس ليه تو كارديك برانش؟ ار ليه تو كارديك برانش؟ وتحت الكارديك رينج على اليمين ده على الشمال ده مين ده النرف ده سميته فيجاس. حتى سؤال النرف بقى اللي جاي دوت يا ولاد اللي عدى بين ده وديب لي ده وراح للفارس ولما لقى عضله اسمها هاي بلوسترس اختفى عند مين النرف ده؟ بلوسترينج. بلوسترينج اللي يخش التانج ينتشر فيه كده. طب هو نازل ليه في الروتد برانش؟ تمام. وده الوول اوف ذا فارينجز فارينجال برينج عن طريق اني بلكسس فارينجال بلكس. تمام. وده ابلاي التانج بوستيرور سيرك وده كمان مين الوقفة دي التونسل والسوفت بلد والريفيرد برينج. بس استنى دكتور ليه برينش للسال فارينجز وبرينش دخل اير بيتروس بون وتمبريك بلكسس والكلام ده مين النرف ده سميته جلوس فارينج؟ يبقى ده جلوس فارينجال نيرف. عايز اسال سؤال يبقى جلوس فارينجال وده فيجاس وكده. طب اسال سؤال لحد فينا صاحي في نرف بقى ما بيحترمش حد نازل كده وعدى على دول كلهم من بره وراح للتانج مين النرف اللي هي هايبو جلوستر نيرف؟ مش كامل لا دي النرفات بتاعتي الاربعه وانا قاعد في بيتنا مره كده اقعد احكي لنفسي لغايه ما يثبتوا في دماغي. طبعا الهايبو جلوستر ده موتور بس لولا سي واحد اللي جه معايا
جروث فرينجيال مينلي سنسوري، مش الكلام ده لا اسباني اكسسوري موتور بس الدستيرو باسودوال ترابيزس مش كده ولا لا؟ اما البيجاس ده بقى الملك، مش الكلام ده موتور وبارس سمباثيك سنسوري القصه كلها، مش الكلام ده لا؟ كم كده النور برجاء برجاء انت مش الشطار طلب اللي تعبانين شويه او اللي شاقوا مش عارف مين او اللي بحب السيرش اكتر، كل بريش من الضباط مفيش حاجه اسمها كده من الاربعه دول وفيش شباب وفيك مش بريش وليه تحت مبدا سوء انا ما لناش مبدا العالم يعني تقعد في بيتكم الناس كتير مضله كلهم مضله الفورامين ثلاثة من الزاكيلر واحد من ايه؟ هايبوكروس. الكلام سهل. كلهم مشوا في نفس الشيس اللي اسمه كاروتو شيس. بين الثلاثة كاروتو بقى استنى الفكرة فين؟ وبعد كده استنى إيه بقى الكلام هيعمل ايه؟ كل واحد هيعمل ايه؟ رجع ورا ده كده كمل فيرتيكال كده جه اللي قدام. مش الكلام ده لا يا هايبوكروس يا جلوس فرينجو. هايبوكروس ده معدي من بره، جلوس فرينجو ده من يحمل لقب فرينجيال؟ من يحمل لقب فرينجيال؟ مش بالانترنال واكسترنال كرة الأرض، مش كده؟ من يحمل ايه يا جماعه؟ سبيرو لارينجال تيوب لهم، اما الهايبوكلوستر ده عدى سوبرفيشال. انا نفسي عشان ما توش منكم الاربعه نيرفس اللي عملوا علاقه مع الانترنال واكسترنال كارت ارت لازم يكتبوا لوحدهم. مين مش ديب؟ مين مشوا في كتير؟ مين ما عدى سوبرفيشال؟ مش كده؟ وقال لي تحته اي حاجه مش كده؟ لا ده راح يسبلاي كذا وده سبلاي كذا، صار بثلاث درجات على ما يلحقوا يطلعوه من المضلمه ويعدوه في كاروت شيز والفورم اللي عدى فيها. كذا وكلمه الارض اللي عدى فيها عشان تاخد ثلاثه من ثلاثه، الحمد لله ده انت بوابه بوابه نفسها، الكلام ومروحش.